شو نسيتي وين التقينا يا ست أم طالب؟ ذكريني. التقينا بالعرس الجماعي اللي صار عندكم بالحارة. إيوة. إيها؟ وبالعلامة كنتوا من معارف الست لمعات. لا، نحنا كنا جايين عن طريق حدا تاني. بس إذا ما خاب ظني كنتوا قاعدين قدامه. يعني كنا اللي قاعدين كتار، وبالصدفة كانت بيناتنا لمعات خانو. ايوة يا ميت أهلين وسهلين، تقبريني، آنستي وشرفتي. بالمهلي يا ست أم طالب، وبصراحة يوم اللي شفنا جنابك بالعرس كنا عم نحكي عنكم، وشفنا رتابتك ورتابة بناتك الله يخلي لك ياهن، ويعني سألنا عنكم وعرفت من الست اللي كانت داعيتنا على العرس عن أصلك وفصلك. إن شاء الله بتسلمي لي أنت وأصلك وفصلك. الحاصلة ومن الآخر يا ست أم طالب، واسمها صالحة خانو مو موجودة. تفضلي تقبريني. جايينك طالبين ما تردينا خايبين، وبدنا نطلب ايد صالحة خانم لابني الوحيد الله يسلم لك. يا ميت اهلين وسهلين تقبريني، يا ميت اهلين وسهلين، بيحصلنا الشرف. نحن اللي منتشرف يا ست ام طالب، ويوم المنى يوم اللي بتوافق. وليش لحتى ما نوافق تقبريني؟ يوه ايه، عريس وعريس يا ست ام طالب، علمه وركاسة وابن عيلة، وحلو ومجسب ومهيوب، يخزي العين حوله وحوله. يلي بهمنا الدين والمعدن يا جماعة. ايه الله وكيلك، عريس كامل مكمل من ما جميعه. ايه ما شاء الله، وكان الله يحميه لشبابه. وما صار له مدة مخلص علامه، وجايب معه شهادة طبيب. ايه ما يبلى، ما يبلى الدكتور شريف أسعد السلحدار. واسألوا عنا. يا ميت أهلا وسهلا، عن إذنك تقبريني لأستعجل بالقهوة. إذنك معك تقبريني. ما بعرف ليش نكرتي علاقتك بلمعات خانو. لا أيو، أنا ما نكرت علاقتي بلمعات خانو. أنا فعلاً علاقتي بلمعات خانو مو كتير قوية، حكيت الحقيقة، وأنا مشان هيك ما حبيت أجي أخطب عن طريقة. أيوة، وعلى علمكم المخلوقة ما بتزورني غير كل حين ومين. مزبوط. وبرضو ما حبيت جيبها معي مشان ما يصير تأثير على الموضوع إنها من الحارة وما بعرف شو. أنا حابة إنه الجماعة يعطونا على سمعتنا وعلى تقلنا. معك حق من هالناحية يا ستي، الله يقدم اللي فيه الخير. شو هالحكي يامي؟ مثل ما عم بقول لك لك يامي. طب الجماعة وين شافوني؟ شايفينك بالعرس الجماعي اللي صار بالحارة. وين وين لامحته؟ ايه هلا قولي لي شو نعمل؟ انا ما بدي اتجوز يامي. يوه بدك تضلك كل عمرك يعني هيك بلا جواز؟ ايه مو وقتها يامي، والله العظيم مو وقتها. يعني هلا شو بدك يانا نعمل؟ انا ما بدي اتجوز هلا يامي. يوه بدك تضلك هيك كل عمرك بلا جواز؟ ايه مو وقتها يا ماما، والله العظيم مو وقتها. يعني شو بدك يعني قول لهم؟ خلص قولي لهم هلا بدنا نتشاور، ولا بدك نرد لهم خبر من دون ما ناخذ راي ابي؟ لا ايوه محلانه وما ناخذ راي ابوكي، مو حلوه منوب يا مو. خلص معناتها امي، صرفيهم وقولي لهم ما في نصيب. حلوه يعني هيك قال لهم للجماعه. خلص قولي لهم بدنا نشاور ابي، وبعدين بيحل الحلال. تقبريني مثل ما بدك، لك الحقيني بالقهوه يا مو. لا يا مو انا كثير بخجل. شو تخجلي لك امي هالطول طولك وهالقد قدك، انت صبيه. حقيني يا مو بالقهوه، يلا انا سابقتك. طيب حاضر. ادخل. اهلين سيدي. اهلين يا ابني. تفضل. احياك سيادة المقدم. اهلا وسهلا سيد حسان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عمي ابو طالب زعيم حارة الانوار. اهلا وسهلا ابو طالب. اهلا وسهلا، الله يخليك يا رب. تشرفنا فيك يا ابو طالب. المقدم الله يخليك، الله يعزك. اهلا وسهلا، تفضلوا شرفوا. شكرا. جيب لنا قهوه يا ابني. حاضر سيدي. اهلا وسهلا. اهلين سيد حسان. حياتي. يا ميت اهلين وسهلين، اهلين فيك يا حبيبتي. تفضلي يا خالتي. ان شاء الله بيسلموا هالايدين. الله يسلمك. الله يسلم هالايدين ويحميكي. يلا تعي اقعدي معنا، بدنا نشوفك ونشبع منك صالحة. يوه والله مزبوط، بدنا نسمع حكياتك. ولا ما حبيتينا؟ لا يوه يعني شو؟ ما شاء الله حولك على هالفتلة ما احلاها. يخزي العين. اللهم صلي على سيدنا محمد. ما شاء الله عليك. ما قلتي لي شو دارسة حبيبتي؟ أنا خلصت ثانوية بمدرسة التجهيز. برافو عليكي. وبعدين؟ وبعدين؟ شحني بالبيت. يو ليش بعدك ما كملتي حبيبتي؟ ظروف، بس إن شاء الله رح كمل. بس أنتي لازم تكملي دراستك حبيبتي، ولا أنا ولا ابني شريف عنا مانع إنك تكملي تعليمك بعد الزواج.
شو الظاهر ما قالت لك الوالده انه جايين نختبك لابن عصمت خانم؟ لا امبلا امبلا قالت لي. دكتور قد الدنيا ما شاء الله اخته بتعشقه، جماله وحشمه وطول. الله يخلي لكم يا. اسمعي مني كثير رح يعجبك. يا ستي وشوفي، واذا ما لفت نظرك وحبيتيه قلنا كلام تاني. ايه شو عليه؟ ان شاء الله ارتحتي عند الدكتوره مريم. والله ما بعرف شو بدي اقول لك، هلا هي شكلها ظريفه بس انا حاسه حالي ماني كثير مرتاحه. طيب فوتي عادي عندي بنشرب فنجان قهوه بنحكي على رواق. لا لا بلاها تاخرت. ليش تاخرتي؟ شو عندك؟ جوزك ببيته وانت ببيت. لا تجيبي سيرته قدامي، انا كم مره فهمتكم سيرته ولا تجيبوا قدامي؟ بدك يعني جن بدكم تجننوني ما بدكم يعني؟ طيب لك مريم، مريم مريم وين رحتي؟ مريم يا ميت اهلين وسهلين تقبريني. بس ما قلتي لي ست ام طالب امتى رح تردوا لنا خبر؟ بس اعطينا مهله يومين ثلاثه بدنا نشاور ابوها. لا تطولوا علي دخيل عينك. لا تقبريني ما منطول. اهلا وسهلا تقبريني. شرفتي يا ميت اهلين وسهلين شرفت وتفضل. خاطرك ام طالب. اهلا وسهلا تقبريني الله معكم شرفتوا حليت علينا البيت. انتم متاكدين من الشيء اللي عم تقولوه يا جماعه؟ طبعا يا سياده المقدم، هي جيتنا من مخفر المسكيه. مشان هيك لازم تفتحوا تحقيق بمسببات اغلاق المحضر ضد مجهول يا سياده المقدم. يعني صدقني ما عرفانين كيف صارت الشغله، معقوله ضوعوا دم حرمه من اخيار الناس؟ يا ابني حولني لمخفر المسكيه بسرعه. الو معك المقدم بديع قائد شرطة دمشق يا مساعد صفوان. احترامي سيدي. تترك كل شيء من ايدك وبتجي فورا فورا. حاضر سيدي فورا. انا بانتظارك. انا رح تابع الموضوع بنفسي وتأكد ورح اعمل المستحيل لمعرفة الاسباب. الله يبارك فيك يا سيادة المقدم. وبالنسبة لقضية مقتل طلال والتهم المنسوبة له برضو انا متابع التحقيقات وكلها كم يوم ان شاء الله ومنعرف ملابسات الحدث. مشكور يا سيادة المقدم، مشكور. أهلا وسهلا فيكم. الله يخليك يا رب. أهلا وسهلا مرحبا يا أهلا مفضل. الله يسلمك تقبريني الله يحفظك. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نورتي. تعي تقبريني ما بوسناك. إيه والله تقبريني، تعي هاتي بوسة. الله يرضى عليك. أهلا تقبريني. أهلا تقبريني. نورتونا والله نورتونا. قولي لي تقبريني جوزك بالبيت؟ لا مو هون. تفضلي ارتاحي. امي انتي انا شوف تفضل. لا هاتيهم بدي اياهم. طب اعمل لكم كاسه شاي؟ يلا نعيوهم. اجت بوقتها. ايوه يلا كاسه ان شاء الله. وهذا شاهر افندي مو عرفان انه اذا شعل قبيله بالغابه بتحترق الغابه، وبلشت الغابه تحترق. شاهر خاف بلش يركض، الحريق يكبر وشاعر يركض. ثبت لي راسك. اما شلون خلينا لك الجلخ ينزت برا؟ شو دولاب الجلخ؟ ايه انت بدي زتك لك برا، انا طلعته لبرا كرمال ابوك بس رح يروح فيها الزلمه. ايوه بقى هذا يا سيدي. لكن انتوا اثنين شو عم تعملوا هون؟ ما تقوموا توقفوا وتتفرجوا وتتعلموا المصلحه؟ يلا يلا حاضر يلا قوموا حاضر حاضر حركوا. لا انت بدك تستلم المحل من بعدي. حاضر. وين وصلنا بالقصه؟ لما احترق شاهد، احترقت الغابة هرب شاهد. نعم وشاهد ركض وقام بلشت الأمم والخلايق تجي كومات كومات. ليش يا حزراك؟ ليه؟ مش هيطفوا الحريق معروفة. لك علي بدك تجننا انت؟ بدك تجننا؟ يعني بلا مؤاخذة شاهد شو اخذوا على الغابة؟ اه مشان يصطاد. ارتحت هلا؟ ها وهالخلايق اللي طلعوا على الغابة اللي يطفوا النار شو اخذون؟ لك انت شو دخلك؟ بعدين ليش واقفين هون؟ اسمع انت ويا طلعوا لبرا، واحد بيكنس قدام المحل وواحد بيرش قدام المحل. يلا تفضلوا تفضلوا اطلعوا. شلون شو دخلني؟ انا بقول انه كل هالامام رايحين على الصيد. شو هالحكي؟ معقول كل هالعالم رايحه تصيد بالغابه؟ احكي لك كلمه عمي. اي والله الحق معه من هون. احكي له انا قصه عمي. ليش كمان انت بتعرف تحكي قصص ابو الهول؟ معلوم سأل لطفي. ابي ابو الهول بيحكي قصص كثير حلوه. يا حبيبي ابو الهول صار يحكي قصص كمان النقر بالزعرور. يو شو الحكي؟ مثل ما عم بقول لك والجماعه منين؟ من ساروجه. صحيح مريم ما قلتي لنا شو صار معك؟ بالاول انت احكي لي
شو رأيك بالشي اللي سمعته من أمك؟ أنا منه؟ لا تغشمي حالك صالحة خانو، وحكي لي موافقة ولا مالك موافقة على العريس يا درساني؟ لا أختي مالي موافقة. يو ليش بقى؟ ومثل ما عم بتقلي أمك إنه العريس دكتور؟ حتى لو كان دكتور أنا ما بدي أتجوز هلأ. والله ما بيجوز هالحكي لك أختي، ومو كل وقت بيتقدم لك عريس متعلم وفهمان. إيه بس هالشي مو وقته يا مريم، ولا مالك شايفة اللي عم يصير فينا؟ لا أختي، هاد شكل وهاد شكل. ميمي أنا قلت لها لأختك صالحة نفس حكيك قبل ما أنت تجي، بس مثل مالك شايفتي يا معندة. إلا أنه مو وقتها يا عمو، والله مو وقتها. على كلين أجلونا هالحكي بهالموضوع لناخد بالأول رأي أبوكم. مهم مريم حكي لنا شو صار معك. بيني وبينك الدكتورة مبين ما قلتوا لي وينه طالب مالي شايفته من شوينا. هي ست الرزاق بكفوا ولا ساوي كمان؟ لا هلا هيك بكفوا. الله يسلم ايديكي. بدك شيء؟ بدي سلامتك. الله معك. ايه ميمي قولي لي شو قالت لك الحكيمه؟ خوش امبارح انا وخالتك ام حسين حكينا معه، وقام الله وكيلك ضاج وماج وصار يخانق دبان وشه. كتر الله خيركم، بس برضه بتعرفوا انه هي سيره حساسه كثير. ومشان هيك يا بنتي قررنا انا وخالتك انه نجيب لك العسل وحبه البركه، وجبنا لك هالقطرميز من ورا ظهره، وانت بتخليه ياخذه نص الصبح والمساء كل يوم شي معلقتين ثلاثه. بصير خير خالتي، بصير خير. وينك؟ اذا تنح بتحطي له اياهم بالحليب، بالشاي، بخلافه. المهم ياخذ هالعسل وحبه البركه شي شهر زمان. وبإذن واحد أحد بعد منها الله بيجبر بخاطرك وخاطره. الله يسمع منك يا خالتي. تقبريني الله كريم. قال له اسعى يا عبدي لأسعى معك، هي الوصفة مجربة. رح أحاول بكل جهدي. لا تقبريني، ما بدك تحاولي الله يرضى عليكي، بدك تعملي كل جهدك لتخليه ياكل العسل كلياته ومع حبة البركة. إن شاء الله. الله ينولك مرادك يا رب إلهي. اللهم آمين. شفتوا؟ هذا أبو طالب عمه لطلال؟ لك هذا هو بذاته؟ معناتها ما لازم نسكت أبداً، لأنه إذا سكتنا رح تنخرب بيوتنا وبيوت أهلينا. لك إيدي بزنارك لك عرفان؟ فوت فوت لك فوت 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 لقيته بارد تعال. حاولت بكل جهدي مع الشنطيرة أم صابر، بس شكله ما بتعرف أو بيت أبو طالب ما عم يحكوا. إيش وصير سر لك عدلي؟ أكيد في خجل من وراء الموضوع، من شان هيك ما عم يقولوا سر غيابه للأرد. يا خوفي يكون بالقصة ضرر لجناب الآغا. لا 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 ما بظن ما بظن. شو عرفك؟ كانت بينت ملامح الموضوع. ايوه قلت اني بينت. يلا يا سيفو. ايه فنى شو بقى؟ يلا يلا يسر عمي يسر. يا العيني الله يعطيك العافية. يلا تعال عاونا. لا يا طاهر الله يا رب. روح تيسر وعالوا يا رب. شو ضل عم بشوفه؟ ما ضل شيء، بس انا بدي اسالك سؤال وبالاحرى خليني اعترف عليك. شو رايك نجيب عبايه ثانيه مشان نتشنشف ونشغل ويصير عنا شغل اسرع من هيك؟ يلي بتشوفه بدك عرباية تانية جيب وقت تانية. وأنا بدي أكسب وجودك معنا بالخارج وهيك بصير الشغل أكثر. صار عمي صار. شرف شرف من بعدك. شو شايف هالقرد طلال مستلم حسابات خان السجاد؟ ليش أنا ما قلت لك إنه هو صار وكيل الخال؟ لا ما قلت لي ولا جبت لي سيرة منه. صار له يومين ثلاثة. الله لا كان جاب الغلا. مراد آغا طلب مني أتقرب منه مشان اعرف شو سر هالغيبة. يا ريت يا نصري يا ريت. مراد اغا كثير مصمم على هذا الشيء. الله يطول بعمره الاغا، ما بتفوته فايده. امين امين. ادخل. ترامسي شو هالكلام يلي سمعته يا ابو سعد صفان؟ شو هالكلام يلي سمعته؟ أنو كلام سيدي؟ إغلاق محضر المغدورة الشيخة خديجة ضد مجهول.
عينا سيدي. هيك؟ هيك بتغلق المحضر من دون علم قائد شرطة محافظة دمشق يا أبو سعيد صفوان؟ أنا عبد مأمور سيدي. كيف يعني عبد مأمور؟ سيدي لما بديجي أمر من ديوان برلمان بإغلاق المحضر ما بقدر أقول لا. مين يلي أمرك؟ بصراحة سيدي نسيت الاسم. بتنفذ الأمر فوراً وبتسكر المحضر من دون ما تعرف مين حكى معك على الهاتف ومن دون ما تخبرني؟ سيدي مولي حكى معي على الهاتف قال لي إنه رح يجي أمر خطي بهذا الشيء خلال أيام. وكيف بتسكر المحضر من دون ما يجيك الأمر الخطي يا مساعد صفوان؟ كنت مضطر سيدي. على كل يا مساعد صفوان بتنتظر لحتى يجيك الأمر الخطي وبتعرف لي مين وراء الموضوع بتخبرني فورا. حاضر سيدي. بدي هالموضوع يبقى سري بيني وبينك لحتى نعرف مين وراء الموضوع. بيفرج الله. علم سيدي. ولما بيجي الأمر الخطي بتبلغني فورا وبتخلي حامل الأمر عندك لأنه عندي رغبة ملحة أني أعرف مين وراء الموضوع وراء المخالفة الوقحة. حاضر سيدي. شوف شغلك. ترام معقول إغلاق محضر طب مجهول بعد أيام من الجريمة وهيك بهالبساطة؟ لا لا ما بيصير. ما بيصير ينسكت على هالشي. ما بيصير أبدا أبدا. يا حاجب بعت لي الملازم نوار. شو يا أم سلوان؟ مبسوطة عنا ولا؟ لا لا أكيد يا خانو. شو بدي أحسن من هيك؟ الآغا عم بزعلك شي؟ لا أعوذ بالله يا خانو. الآغا عسلامته. عسلامته. هو عسلامته عسلامته. إذا متمادى معك زيادة عن اللزوم تجي بتخبريني. بأمرك يا خانو بأمرك. أم سلوان أمريني. إذا بتكذبي علي بحرف واحد وما بتخبريني شو عم بيصير بالضبط رح أزعجك. بأمرك يا خانو. خدامتك أنا. نقلعي. حاضر. لا بقلك. خلاص يا جماعة شرفوا طالما الأمور منتهية والأسعار مناسبة ليش ما تبلشوا؟ لأنه قرار البدء بحاجة للتوقيع من حضرتك وهي اللي وراء لك قدامك. طيب يا أبو عدنان بلغوني. ليش أنت مبين يا أبو طالب؟ هي أنا أخواني عضوات قربناك أكثر من مرة وجنابك ما مبين لا بالبيت ولا بخان السجاد. مزبوط هالكلام يا أبو طالب. وحاشا وكلا نتخذ أي قرار بدون إذنك وتوقيعك يا أبو طالب. الله يخليك يا مراد أغا. حصل خير يا جماعة. وهي رح نوقف. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عذرا على المقاطعة يا سيادنا. خير يا بيه. عاوزك بشغلة ضرورية. شرف. شو؟ شو هالحكي؟ إيه وضعي؟ شيء. دقيقتين وراجع. وين؟ وقت عم نروح. لك فشختين وراجع. خير أبو طالب خير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بصراحة شغلة أبو طالب ما عاد تنحمل. ما عاد تنحمل بنوب. بدنا نعذره يا أخوان. قديش بدنا نعذره عميم؟ يعني قديش بدنا نعذره؟
ما عاد قعد بالديوان بنوب ولا عم نعرف نحكي معه كلمتين على بعضهم البعض. نحن مقدرين ظروفه، بس الناس ما رح تقدر التقصير اللي عم بيصير بديوان الزعامة. مزبوط. برضو يا جماعة بيضل أبو طالب زعيمنا وحبيبنا، ولازم نتحمل ظروفه ومشاكله يلي عم يمر فيها. إلى إمتى؟ لإمتى يا مراد أغا؟ بفرجها الله يا جماعة، بفرجها الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. متأكد من هالشي يا أبو الهول؟ 100% عمي أبو طالب. وإذا حابب تأكد منروح بمعيتك لعند شيخ الكار وبتسأله بذات نفسك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وين محله؟ باب بريد ليكو فشختين. عمي دخيل عينك، هذا الكلام اللي بيني وبينك ما بدي حدا يعرف فيه. تأمر عمي أبو طالب؟ ما بدي تنطق بأي حرف حتى قدام أهل بيتك. دخيل عينك يا أبو الهول. لا يا عمي لا توصي حريص. اسمع، إذا حدا بالسوق سألك شو عم تساوي بالخان عند أبو طالب قل له عم برعبه بدي اشتري السجادة. مش زعيم عمي، مشان ما نلفت نظر إذا رحنا أنا وياك على باب بريد، خطوف رجلك هلا جيب شيخ الكار وتعال عندي. تأمر أمر. قول أمر. سلام. الله معك، مع السلامة. والله شغلة دخيل. لك لهون بكفي حاج بقى، ما عاد فيني اتحمل اكثر. انا اذا بترك هذا الشغل ما رح لاقي شغل ثاني. تركيني بهمي بقى. صرخ عليك؟ لا والله يا امي، بس والله تعبت رح طق. تكلمي خيره، يا اما بتترك الشغل يا اما ورحمه ابوك تحت التراب. ما غضب عليك وفني شغل كله، لا غضبك يا امي. لكن بتساوي مثل ما عمل لك. شو بدك يا ريش؟ تخيل الله ما بيقطع حدا. يعني بدك يعني اترك الشغل واقعد استنى الفرج مثل النسوان؟ نصري بتدور على شغل تاني. لك امي الله ما بيقطع حدا. معناتها بدور على شغل وبس لاقي شغل بعدك اني اترك الاخ. نصري الشغله ما فيها لف ودوران، هي كلمه واحده، شغل مع الاغا مالك. تأمري. والله يا نصري إذا بسمعك إنك ما تركت الشغل مع الأخ والله لا أغضب عليك، وارجع لبيت خالتك وتحمل ذل ومهانة جوز خالتك. أنت فهم؟ خلص أمي، مثل ما أنت بدك بيصير. حبيباتي كيف دروسكم؟ منيحة؟ مسلمة؟ تحيي بابا. أمري يا ستي. وليه؟ ليش مانك أكلة عروستك؟ آه؟ كيف يعني مانك جوعانة؟ بتضلك من الصبح للظهر بلا أكل؟ وأنت أكلتها؟ تفضلي. أهلين. السلام عليكم. بعدين حسابي. كيفك؟ أهلين. تفضلي. ما شاء الله، الله يخليك ياهم. الله يسلمك يا رب. تفضلي. أهلا وسهلا. الله يسلمك. بيني وبينك ما صدقت انه رحت مع الخواني مع عصمة خانة وشربت قهوة على السريع، قلت فورا بجي عندك. ما فهمت عليك فادية خانم، يعني ما حبيتها بنوب بنوب من عصمة خانم انه تجي على الحارة وما تخبرك. شو شايفتيني انا دركي ناطرة على الحارة مين بيفوت ومين بيطلع منها؟ ما حبيتها هي منك بنوب يا فادية. يا لمعاد خانم ما هيك قصدت، بس بعرف انه انت وياها كثير قراب من بعض، ولازم تعرفي انه الخطبة تمت على خير. والله فرحتيني كثير بهالخبرية. يعني معنيك زعلانة منها لأنه ما دعتك على الخطبة؟ لا أيو، ليش بدي أزعل؟ بعدين هذا حقها، تدعي مين ما بدها ومين ما بدها. إيه والصحبة اللي بيناتكم يا خانم؟ ليش ما بتعرفي إنه صحبتي مع عصمة خانم كثير عادية؟ يوه؟ إيه، أساساً صار لي سنين ما شفتها، لوقت اللي اجتمعت فيكم عندها بالبيت. لكن ليش أنا فكرة إنه علاقتك مع عصمة خانم قوية قوية كثير يا لمعاد خانم؟ لا لا، أنت فهماني غلط. المهم ما قلتي لي. تفضلي. عجبتكم البنت؟ كتير كتير، وخاص ناس عصمة خانم إطار عقلة فيها. ايه وعطوهم؟ قال بدهم يفكروا.
يعني شاب ودكتور بطول وعرض وابن أسعد بيك ولسه بدهم يفكروا؟ والله مثل ما فهمت أنه بدهم يشاوروا الأب. لك عدمني الأب ليلحق الأم ليلحق العيلة كلها على بعضها. بس بيني وبينك باين على هالجماعة أولاد عالم وناس وأكابر. إيه طبعاً هنن أولاد عالم وناس وسمعتهم كتير طيبة. بعدين لا تنسي أنه البنت بنت زعيم الحارة. بس والله الغريب أنه عصمت خانهم بالرغم من أنه عرفتها على حالتهم وعرفت عن ابنها أنه دكتور وجوزها موظف بديوان البرلمان، بس لا انطشوا ولا انبرعوا. أيوة وأنا والخواني الله وكيلة كنا فاكرين أنه رح يطير عقلهم ويعطوهم بنفس المشوار. أحلى شيء أنه يرفضوا هالبهايم. لك لا أصلاً ما بيصير يرفضوا، لأنه هي رح تكون الضربة القوية اللي رح تكسر له ظهره لابن الحرام. يا ستار العيون، يا واحد يا أحد، يا كاشف المستور، إن شاء الله يا بنتي يا مريم على إيد الله ويدي بيبان المستور. يا ريت يا خالتي معفن. مريم طارحة أنا فيكي يا خالتي. وأنا كمان ما شاء الله حولها وحوالين أختها وحواليكي أنتي كمان، شو مقدرين وأكابر. الله يديمك يا خالتي. تسلمي يا رب هذا المزوج. من الآخير زعيم، هذا الخنجر يا شغل بلاد العراق يا شغل بيروت. تفضل. ايوه وانت انو بلاد بترجح؟ انا برجح بيروت بس مو 100% والله يا زعيم. طيب عمي هالسيره هي كيف تنهي؟ صعب. ليه؟ لانه ما في ختم واضح وصريح، بس شغلته محصوره بين العراق وبين بيروت. حق معك، ما في ختم واضح معناتها ما راح نوصل لاي نتيجه. بلا مؤاخذه زعيم، طالما حصرنا وحددنا بين العراق وبيروت معناها وصلنا لنتيجة. يعني قولتك لازم نفتل العراق كله وبيروت كله لحتى نعرف مين صاحب الخنجر، ما هيك؟ بلا معلمية زعيم، جنابكم يلي لازم تحددوا غريمكم أقرب لبلاد العراق ولا أقرب لبيروت. بهي معك حق. شيخ الكار عم يحكي مظبوط عمي أبطالي. لك يا ابني انت وياه فهموها منيح، معقول يعني يكون غايب كل هالمدة هاي شمت هوا؟ اكيد لا، مستحيل يا اغا. ها ها هذا حكينا، لذلك بدي اياكم تعرفوا باي وسيلة كانت سر غيابه وين كان. ما خلينا باب ما طرقناه، بس ليش الجماعة متكتمين على القصة والله ما بعرف. لكن ليش جوزناك ام صابر؟ فهمني ليش؟ كمان الشنتيرة الثانية تكسر رجليها وهي تدور من مكان لمكان مشان تعرف سبب وما قدرت. عدلي لازم تعرف ولازم تجيب لي سر غيابه، فهمت؟ حاول يا أغا حاول. مو تحاول يا ولد، أكيد لازم تعرف. أمرك. سلام عليكم. وعليكم السلام. اسمع وانت كمان خليك حوالين طلال لبين ما تعرف شو سر غيابه، فهمت؟ منت علينا يا أغا. تحرك على شغلك. بالإذن. عقلي عم بيقول لي سر غياب الولد اكيد بتعلق فينا. شيخ الكار عم بياكد يا من هالبلد ويا من هالبلد. هلا انت اذا درست. اهلين وسهلين بعمي ابو طالب. اهلين. من وريقكم بدمعة هالشراب؟ والله عشت. سيدي خالتك معبد وعاوز لك نجوز كلام على امتيراد. بخصوص شو؟ بخصوص النادي اللي بدي اقدم لها اياه مشان تضمن حياتها معي بعد الجواز. ايه معلش ابو يحيى، معلش ناجل هذا الموضوع لبعدين بعد اذنك. ايه مثل ما بدك سيدي. معناتها خصمك عمي ابو طالب يا من العراق يا من بيروت، واضحه. هو هيك لازم يكون، بس بعمري ما تعاملت مع حدا من اهل العراق. وبيروت؟ ولا بيروت. بس الخنجر اللي وقع بالمشفى بيأكد انه الفاعل يا من هي البلد يا من هي البلد يا عمي. حماك عمي، حسبي الله ونعم الوكيل على الشغلة اللي بتحط العقل بالكف. لك بعمري لا كان لي صداقات ولا عداوات لا مع أهل العراق ولا مع أهل بيروت. طيب معقول يكون الفاعل شامي وله مصالح يا هون يا هون؟ هيك بتنبلع. معناتها خلينا نروح بهالاتجاه. لك بهذا الاتجاه بهذا الصوب بهذا الناح، المهم نعرف أصل الخنجر، مصدر الخنجر منين. لسه بتقلي ما بعرف. ليه؟ أنا ليش حطيتك عند الأرض؟
ليش حاطتك عندهم؟ مشان كل ما رحتي واجيتي تقولي لي ما بعرف، بدك تعرفي على شو عم بيدوروا. عم تفهمي ولا ما عم تفهمي؟ كيت لا اعرف معرفه. انتبهي شلون كيف ما بعرف، بدك تعرفي وشوفي بمخهم هون، بدك تعرفي عم تفهمي؟ يا ستي اذا لك ما في اذا، ما في اذا، هي شغلتك ما انا شغلتي، عم تفهمي؟ بحاول. ما في شيء اسمه بحاول، بدك تعرفي على شو عم بيدوروا، بدك تعرفي كمان شو عم بيخططوا. ولا نسياني انه رجلينا بالفلقة سوا؟ ليش انا شو دخلني يا ستي؟ مو معقول. عن جد شو دخلك؟ لك انتي نسياني انك قاتلي حرمه؟ لا وهاد لحاله بيوصلك على حبل المشنقة. بص ايدك يا ستي، بوز ايدك. خلاص ومن الي قبل ما يحسوا عليك الجماعة. هي آخر مرة لك تفتحي فيها مخك، تفهمي؟ انقلعي. عزمية مثل ما وصيتك. ايه يا شاطرة؟ انقلعي. فعلا على شو عم بيدوروا ينكتوا بيتهم ولاد الحرام؟ لا وفوق هالبنات طالعين فايتين عم يخفوا، ولوين؟ ما حدا بيعرف. هذا الشيء ما بيجوز، ولازم نعرف كل خطوة عم يخطوها، والا علينا السلام. اهلين يا اغا. يا العين. امنيني شو صار بموضوع الخطبة؟ راحوا وخطبوها للبنت. الأهم من هالشي وافقوا ولا لا؟ الأصول بتقول يا أغا إنه ما يوافقوا من أول الزيارة. أيوه. هلأ أهم شيء إنه ما يرفضوا بعد كل هالمصايب اللي عم تنزل على راسه. لك الله يخلصنا منهم، الله يخلصنا منهم كلياتهم أشياء لفة. آمين يا رب. تفضل يا أغا الغدا جاهز. بوس ايدكم يا جماعة، شو ما كان شكله شو ما كان لونه، مين إلها مصلحة تفوت لعنا وتعمل فيني هيك وتخرب بيتي؟ هلأ خلينا نرجع نعمل برمي عليه، عسى رب العالمين يرشدنا. لا تنسي مامي إنه أم عفان قالت لنا بدها تبيت استخارة. برضو هلأ ما ورانا شي، خلينا ندور عليه. إيه مندور. أمي عزمية وينها؟ مالي شايفتها مالها مبينة. يا مو أنا بعتها لعزمية تشتري لنا شوية أغراض. أمي أكيد ما جبتي لها سيرة؟ لا أيوه ميمي. شو أنا صغيرة لحتى أحكي لها؟ معقول تكون هي ورا هي العملة؟ حرام لك أمي حرام. ما بيكفي الدنيا عليها لعزمية، كمان نحن بدنا نجي ضدها. لا يا مريم، المخلوقة ما لها مصلحة. معقول تكون خالتي أم صابر؟ بزعل منك ميمي. يوم اللي بدك تشكي فيني بتشكي بخالتك أم صابر. عندها ياكي بالدنيا. لكن خالتي أم أحمد. لا أيوه ميمي. ما لقيتي غير أم أحمد؟ أنا وأم أحمد مثل الأخوات. مستحيل يا مريم. معناها ما في غيرها لمعت خانو. حرام عليكي يا مو حرام عليكي. عندها ياكي بالدنيا كلياتها. بعدين شو إلها مصلحة معك لحتى تأذيكي؟ آه؟ طيب مين يا ربي؟ مين مشان الله قلولي مين؟ أنا لحجن أنا لحستير. وطي صوتك ميمي وطي صوتك، هلأ بسمعونا جيرة مو حلوة. اهدي مريم تقبريني، نحن ما صدقنا أنت بلشت تتحلحة. لك يا جماعة والله خايفة يموت قهر وما تنحل القصة. بعيد الشر يا مو بعيد الشر، سلامة قلبك مشان الله يا جماعة. ما تشوفوني هيك عم باخد وعطي معكم، والله أنا تعبت من جوا، وحياة الله تعبت، والله تعبت. طولي بالك تقبريني، طولي بالك إلا ما تفرج، الله يرضى عليك تقبريني. اهدي شوي اهدي. تفضل يا أخي. شكرا. تقنبوني بشي تاني ستي؟ بسلام. يا أخ أنا ما قصدت إنك تحكي مع أبو طالب، وبعرف إنه علاقتك بأسعد لازم ما تظهر قدام الناس. مزبوط.
ومثل ما بتعرف انت وانا بعرف الكل بيعرف انه اسعد ريحته طالعه وسمعته وسخه كثير. صحيح. مشان هيك اكيد ابو طالب رح يسال عنه، وبس يسمع بالمصايب والبلاوي اكيد ما رح يعطيه بنته. مزبوط. بس كيف غابت عنا هالسيره هاي؟ من بعد اذنك يا اغا انا ببالي هالقصه. طيب شو الحل؟ الحل انك تقول له لاسعد بيك يزبط اموره مع جيرانه ومع معارفه بالطريقه اللي بتعجبه بعد ما تتم الموافقه لكل حادث حديث. هي بسيطه بنلاقي لها دوباره. لازم يا اغا، والا رح يضلوا داقور بخلقتك كل العمر. عفارم عليكي، والله افكارك بتتقل بالذهب بميت رجال. ولازم تقنعه انه يتقرب هو وابنه بذات نفسه من ابو طالب قبل ما يروح ابو طالب ويسال عنه. صحيح. ومن بعد اذنك يا اغا، ما بيصير شيء كمان اذا عطيته شويه ذهب فرخت له البيت والعياده. شو هالحكي لمعاد؟ قصدك يعني نفرغ له العياده والبيت عن صحيح، ولا يعني نلعب فيه ونلغمط معه مثل العاده؟ انت شو بتقول يا اغا؟ انا اللي عم اسالك. انا بقول معلش افرغ له البيت والعياده احسن ما يحسوا بلغوصه المال كانه وتنتزع علاقتنا فيه وبحرمته. وبصراحه هالشي مو من صالحنا ابدا. هلا افكارك ذهب يا لمعه، ذهب. الذهب للذهب يا اغا. صح. عمي بدك توصلني ولا بدك يعني اروح لحالي؟ يعني خلاص سويت تروح. يا ريت اقدر اضل معكم يا عمي، بس ظاهر ما عاد لي مكان. كل هالمحبة وكل هالود بتقول مالك محل بيناتنا؟ مو انا اقصد انتو، ما اقصد حدا تاني. امي ما تركت لي محل بالشام. ظاهر من مكان لازم ارجع لانه عالمي وحياتي كلها بمصر. وهون على راحتك عبد محمد، على راحتك. وصدقوني لو ساءت علي الظروف رح ارجع لعندكم انتو، لانه انتو اللي حسيت فيكم لاب. الله يبعث لك الخير ويبعد عنك الحكام والظلام واولادين الحرام. الله يرضى عليك. بلغ عمي ابو طالب. الله يعتب عليك. السلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام. السلام عليكم. ان شاء الله وبركاته. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. وانا لو كنت اخري طفرت هي ما كنتوا لقيتوني لا انا ولا محمد. يا جماعة فهمونا شو القصة، شو الموضوع؟ انت رايح مصر محمد افندي صوب اوتيل فيكتوريا لانه بده يرجع على مصر. شو هالحكي هذا؟ لسا ما دفي مطرحك لك عمي. قلنا له هالحكي. وبتترك امك لوحدها لك عمي؟ وبتترك عمك ابو طالب بهالمشاكل اللي إلها اول ما لاخر؟ شو بنا محمد؟ هذا بدل ما توقف جنبها وجنب عمك، لانه وقف جنبكم وجنب امك طول عمره؟ شان الله لا زيدوا من همي يا جماعه. اقسم بالله روحي واصله راس من اخير. خلص مثل ما بتحب ابو حميد، بس المهم انت طول بالك. ايه بس على القليله ودعنا لك عمي، قول بخاطركم، قول السلام عليكم. خلينا نفوت نبرش كلمتين وبعدين انا وبيحكي. يلا شرف. طيب انا رح ساوي لكم شاي. السلام عليكم حجي. وعليكم السلام. شو صار معك بهدول الشباب اللي سالتك عنهم؟ والله لهلا ما بين شيء. ماشي. يعطيك العافية. يا سيدي كل الأسماء اللي زودتني فيها ما لها جنس الأثر بالشام. يا لطيف، لكن وينهم؟ اللي فهمته في منه الناس الله أخذ أمانته، واللي بقيوا بعد ما طلعت فرنسا طلعوا برات البلد. متأكد من هذا الكلام اللي عم تقوله يا أب مرعي؟ أنا بذات نفسي سألت عنه. يا عمر شو هالحظ هذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. تفضلوا
وهي الشاي. يسلم ايديك يا ام مرعي، يسلم ايديك. ما نعدم يا ام مرعي. طيب عمي شبك ابو مرعي؟ يسلم ايديك عمي. رضا بقى خذ كاس الشاي من محمد. يسلم ايديك. لا تزعل مني يا محمد، مالك حق ابدا انك تسافر وتترك عمك ابو طالب بهيك محنه. لا تاخذني، ها كل الناس راكدين لخدمه عمك ابو طالب بايديهم ورجليهم. وهي صهره كل يوم عم تصير معه مشكله امر من الثانيه. يا لطيف، ليش انت شو دخلك؟ دخلني اني نسيب ابو طالب. ليش الشغله وقفت عند السيد حسان يا محمد افندي؟ مو طالب شيخ الشباب تعرض للقتل، وبرضه السيد حسان صار جفا بينه وبين عياله، والبلاوي ما توقفت على عمي ابو طالب والعياذ بالله. يا لطيف الطف يا رب. لكن ليش عم بقول لجنابك لازم تخليك جنب عمك ابو طالب؟ انا ليش انا شو بقدر اعمل؟ فيك تعمل كل شيء تدله جميله لعمك ابو طالب. معلوم. قبل ما انسى ابو مرعي، تفضل. على حسب معرفتك عمي ابو طالب كان له عداوات شيء بالعراق؟ ابدا. بيروت ولا بيروت بلبنان وسيناء؟ غريب. لكن شو جاب الخنجر من العراق او بيروت؟ فعلا شغله بتحط العقل بالكف. اي شغله منه؟ ابن الحرام اللي قوص على طالب سلت منه خنجر بالمشفى لحظه اللي هربوا العصابه اللي معه. ايه احكي له السيره بتطلع منك ابها سيدنا. يا ريت يا سيد حسان، لاني كاني عم اسمع لغز. ما هو لغز بحد ذاته. طيب احكوا لي، والله مثل اطرش وزفه. مرعي من بعد اذنك قومي اعملي لنا لقمه غدا. قومي قومي الله يرضى عليك. ايه على عيني وراسي. المهم سيد حسان، القصة باختصار انه الفاعل سالت منه خنجر، وشيخ الكار اكد انه هذا الخنجر انصنع يا بالعراق يا بيروت. ايوه، يعني بهالحالة بده يكون الفاعل يا عراقي يا بيروتي او شامي، عنده مصالح هون او هون. معناتها يا سيد حسان عمي ابو طالب لازم يعرف مين من عداواته له مصالح بالعراق او بيروت. وعمك ابو طالب عم يقول انه هو ما عنده عداوات لا هون ولا هون. مشكلة. طبعا مشكلة، لكن ليش نحن دايخين كل هالدوخة؟ طيب ليش ما تعرفوا مين له مصلحة بالزعامة ومين له مصالح بالعراق وبيروت ووقتها بتتوصلوا بسرعة؟ يا محمد نحن عم ندق كل الابواب، وفي حال عرفنا صاحب الخنجر ممكن نفك كل هالالغاز. ممكن يكون من الحارة. طبعا ممكن يكون عملته هرب على بيروت. كمان ممكن. طب ليش حتى ما يكون واحد من الحارة وطمعان بالزعامة؟ هذا الكلام اكيد. بصراحة وانا جاي من مصر التقيت ببيروت بشب من الحارة، اسلوب عيشته ما عجبني بالمرة. ايه، ومن اسلوب حديثي معه حسيت انه عم يكذب علي. وقت اللي سألته ليش هو عايش ببيروت ما انه عايش بالحارة. ومين هذا الشخص اللي عم تحكي عنه محمد؟ بس لا اكيد مو هو، مو هو الشخص اللي عم ندور عليه. ليش؟ لانه زلمة واحد من اعضوات الحارة اللي مساندين عمي ابو طالب لعظم مثل ما فهمت من عمي ابو مرعي. طيب قلنا مين يا محمد؟ نورنا. جايز يكون في له علاقة يا عمي محمد. فواز زلمة مراد اغا. ايوه. وهيك انتصر عنتر ابن شداد على اعدائه. شبنا ابو لطفي صرت حاكي لنا القصه اكثر من 10 مرات، شو مو حافظ غيرها؟ لك انا حافظ قصص كثير، بس انت بتحب قصص عنتره. اداءت اخلاقنا صرنا حافظينها عن غيب. عمي بلا مؤاخذه يعني ما هو حق الزبون، صايره قصصك معدة. انا راح احكي لك قصه. اسمع شرف ابو الهول. هذا يا طويل العمر بزمانه في واحد راح على الغابة. حلو. اسمه زاهر. هو هاي القصة داك يوم انا حكيتها. لك شلون انت حكيتها؟ لا مو انت حكيتها، شو اسمه اللي راح على الغابة عندها؟ شاهر. ايه انا اسمه زاهر، يعني غير قصة. ايه سيدي لا بقى تقاطعني، في واحد راح على الغابة اسمه زاهر. زاهر هذا بقى لما دخل على الغابة معلومك الغابة شرارة بتهب كلياتها. غدوا بعدين روحوا. مشوار الطريق بمرعي وبنرجع. لوين رايحين؟ بعدين محمد بعدين، المهم انت ما تغادر هي المالكانة لحتى نرجع. والله شغلت بالنا. ما نحن من شهور واسابيع مشغول بالنا وعم نضرب اخماسنا باسداسنا. لعلمك محمد ممكن كثير انت تحل كل هالالغاز وبالصدفة كمان. انا؟ ايه انت. المهم انت ما تغادر هي المالكانة، واذا ضبط اللي ببالي انا بنفسي رح وصلك على مصر. على السريع ابو يحيى. يلا. والله انا ما عم بفهم شيء. ولا انا. عود حبيب محمد، عود عود عود. لك يا مسعد وين الشاي يا مسعد؟ لك هذا الشاي بقى. كرمنا يا حبيبي هات الشاي. يلا ها. وهي الشاي اترك عزم. اترك عزم ايه. عن اذنكم لخلص الكرسي اللي بين يدي. خذ راحتك عمي عيدو. ايه
هلا بدي اسالك صحيح قصه هي الطلاق اللي قلت لي اياها؟ ايه مزبوطه. خلص يعني رمى الطلاق عليها؟ ايه نعم سيدي رمى عليها الطلاق الله يعطي عافيه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا والمصيبه عود بقى لاقيله دياله مشان رد يتجوزه. ولا همك ابو سميع رقبتي سداده بس يا ريت نلاقينا هيك شغله لنرجع الحرمه لهالولد. شو بدنا نرجعها؟ ما هي المره الثالثه اللي بيطلق فيها. يعني بينونه كبره؟ لكن مالك شايفين من على بكره الصبح حايص طايص وعم بضرب اخماسي باسداسي. ايه ولا يهمك الا ما نلاقي له فتوى. ايه سيدي قبل ما انسى تفضل. الليله بعد صلاه العشاء في عنا مشوار مهم من بعد اذنكم. لوين؟ شو لوين؟ بدنا نحل مشكله مسعاد وابو البول. اوه ما كنا نلاقينا حل هالسيره بقى. لك عمي بالمعيه كل شيء بينحل. ولا يهمك بمعيه الله على راسي. حيث انه يعني المثل بيقول انه امشي بجنازه ولا تمشي بجوازه. مزبوط بس هذا مسعاد. شايف شوفيرك مصري؟ شايفه سواق نسيب الأبطال عم يخبئ لهون على عينك يا تاجر موسى على حدا بركي رجع صاحبي مع عياله حتى لو جياته لهون مو عاجبتك ساعة ودقيقة. لا سيدي آخرتها رح نعرف. شهادة لله. مساك يا عمك. ان شاء الله ألف نعيما يا رب. الله ينعم عليك وانت يقبرني ربك على القصة. شو حلوة يا هيك القصص يا بلا. لك اي يسلم لي ربك يا هيك الزباين يا بلا. هنبطي من رأسك ان شاء الله ألف نعيما. بيطلع لك عندي حلقتين واربع قصص ببلاش. اسمع 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 عندي كم سؤال لانه قصتك اصلا مو ظابطة. ها ها سأله شو شاهر شو اخذوا على الغابة؟ غلط زاهر مو شاهر. زاهر شو اخذوا على الغابة؟ جاوبوا راح يصطاد. والامم والخلايق اللي لحقته شو اخذها على الغابه؟ جاوبوا راحت تصطاد. كل هالامم رايحه تصطاد شو المناسبه؟ جاوبوا يا كان عمي عيد الصيد. عيد الصيد ان شاء الله بصطادك من جهنم انت ويا يا رب يا اخي. طالما السيارة موجودة ليش ما أخذ السجادة معه؟ أكيد في شيء. يا محمد العربي على النسوة. غير طاهر شبه؟ شو في عندك؟ أحكي طاهر. فواز كان بالحارة وفجأة اختفى وما عاد بين له أي أثر. انت متأكد من هذا الكلام اللي عم تقوله يا طاهر؟ معلوم متأكد، شفته بعيني اللي بده ياكل الدود. طاهر، هذا الحكي مو لعب. جنابك فهمني السيرة. هلا مو ضروري تفهم، خليك معي وحدة وحدة. تفضل. حصر لي مخك منيح وتذكر لي إذا هذا فواز اللي عم تحكي عنه كان بالحارة وغاب. متأكد بالمية مية يا سيد حسان، وبالعلامة يوم اللي مراد آغا عمل عزيمة بمناسبة شفاء طالب شيخ الشباب. إيه. ويوميتها سألنا نصري عن فواز. إيه. وقال انه مراد اغا بعته لمشاغل ببيروت. هلا ما بيهمني، يعني انت متذكر امتى غاب فواز عن الحاره؟ يا سيدي عم قلك يوم العزيمه ما كان موجود. متاكد؟ مليون بالمليون. شو رايك بهذا الحكي يا ابو يحيى؟ انا طاش حجري من الحكي اللي عم بسمعه. وانا قاعد بيناتكم مثل الاطرش بالزفه يا جماعه خبروني. مو ضروري تفهم شيء هلا طاير، المهم هذا الحكي اللي صار يضل هون بيناتنا. بير ما له قرار يا سيدنا. حتى لعمك ابو طالب. حتى عمي ابو طالب؟ عميل مثل ما عم قلك لحتى نرجع. ليش وين رايحين سيدنا؟ مو مهم بس نرجع بخبرك. اوعى دير بالك يا طاهر. لا تاكل هم سيد حسان. طيب هلا فيك تروح على شغلك. لعيونك. يا الله طاهر مرن السر يا الدم. قلت لك خلص وعلى دمي. خذ لنا طريق ابو يحيى. شريف يلا يلا يلا.
يوصل ان شاء الله. السلام عليكم. علي الطربوش جيت ورحت وما عرفت يلي عم يصير ولا شو هالتكتم. شي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. يعني إذا صاحب الأمانة أخذ أمانته تأكدي يا أم عبدو أني كل هالفترة اللي عاشرتكم فيها هون بالبيت أني أنك شو؟ أني يعني أنتو هالجوهرة أو خلصني بصراحة؟ رح نرجع لنفس السيرة لا؟ من الأخير من الأخير؟ أنا كنت برتاح لك وبريدك على سنة الله ورسوله يا أم عبدو. يو وليش ما حكيت هيك من الأول؟ لأني مسطول خويتي طشم. لا تحكي عن حالك هيك يا أبو يحيى لأنه أنت زينة الرجال. بصلاة محمد؟ بدك الصراحة؟ أنا كمان كنت برتاح لك وبريدك على سنة الله ورسوله. وليش ما حكيتي؟ لأني مسطولة خوتا طشمي. لا يا أم عبدو لا تحكي عن حالك هيك، أنت زينة النساء. عن جد؟ لكان كيف من لحظة ما هبل تمه سيدي حسان قلت له أنا موافق بس خايف تكون أم عبدو هي اللي مو موافقة علي؟ لا يوه شو هالحكي؟ أنا وين بدي لاقي رجال مثل حكايتك طيب وحنون؟ يقبرني الله على هالكلام اللي عم يشرشر عسل بشهده من تمك. هلا المهم انت وين رايح انت وحسان؟ ما بعرف بس طالما السيد حسان فات ليضب اوعي معناتها مشوارنا بعيد، وطالما مشوارنا بعيد وما بتعرفي شو ممكن يصير معه الواحد ممكن انه نتعرض لحادث، لذلك قلت لحالي لازم صارحك يا ام عبدو. ان شاء الله وين ما بتروحوا وين ما بتجوا بترجعوا سالمين غانمين باذن الله. الله يسمع منك، بس بما أنه الواحد ما بيعرف شو ممكن يصير معه فلازم صارحك وارتاح إني بريدك من جوات قلبي. لا تخلوني هيك انا قاعده على نار. خالتي ما بدي احكي لك هلا، المهم مين ما سال عنا تقولي له هون او هون، اتفقنا؟ بدك تخبي علي انا يا حسان؟ يا خالتي مو قصه تخباي، بس هلا ما بقدر احكي مشان الله تفهميني. مثل ما بدك. يلا خاطري خالتي. الله معكم تخبرني. طيب. الحاج يا ابو يحيى. يلا. دعاء بالسلامة يا حبيبي. الله معك. يا رجال ياكم سالمي غانمي.
بقيت على الدنيا يا عمي ابو الهيبه مثلي مثل اي ولد صغير، والوالد الله يرحمه اخذني من ايدي على الكتاب، قال كان بده ياني اطلع على من احلام الشام. اول كف اكلته هو استشهاد الوالد الله يرحمه، وتاني كف هو استشهاد اخي قدام عيوني يا عمي ابو الهيبة. راح قدام عيوني وبعدين الوالدة عطتك عمرة، واخي عباس الله يرحمه ترك لنا وراء اماني اللي هي مال الشام، ربيتها وكبرتها وصارت صبية، وبعدين جوزتها، جوزتها لرفيق عمري طلال. فجأة حسيت حالي لحالي، بيتنا اللي كبرت فيه حسيته غريب، حيطانه باردة باردة قد ما تقول يا عمي أبو الهيبة. قام حملت حالي ورحت على المالكانة، قلت يا ولد يلا رب العالمين من علينا طلعة الفرنساوي من بلادنا، ابدأ حياتك. وبالفعل بلشت اشتغل ورب العالمين رزقني، بس صدقني نفسي عافت النساء، وضلوا هالنسوان يزنوا فوق راسي يزنوا فوق راسي، ونفسي ما عم تقبل مرة يا عمي أبو الهيبة. لمرة من المرات كنا أنا وصاحبي محسن وبطلع من طلعات الصيد، قام طلعت لي هالصبية. بتصدق إذا بقلك يا عمي أبو الهيبة قلبي من جوا ضحك لها، قلبت لي كياني فوقاني تحتاني، شفت بعيونها كل حياتي. ورحت لعند خالتي قلت لها بدي اتجوز، فجأة ضاعت يا عمي ابو الهيبة. صدق يا عمي ابو الهيبة بعمري بحياتي ما تهنيت بقصة، من وقت وعيت على الدنيا بطلع من طابوسي بفوت بطابوسي، عملت يا ولد يلا رب العالمين كاتب عليك العذاب والتعتير، هيك لحتى لقيت عزيزة. قام ضاعت يا ابو الهيبة، ضاعت وما تلاقيتها، صرت دور عليها دوار وما تلاقيها، ضاعت يا ربي، ولك ضاعت يا ربي، ضاعت ضاعت. رب العالمين كاتب علي اوصل وارجع، اوصل وارجع. عدم مؤاخذة سمعتك لاوي تشد ايدك. لا يا اغا هيك كثير.
يا سيدي مبلا، وأنا جاي مخصوص لهالأمر بالذات. وبرأيك شو الحل؟ اتغدى فيه قبل ما يتعشى فيك. فكرة؟ يعني قبل ما يجي لعندك لهو تفوش حالك عليه وخده بالريق الحلو. وهلا صارت الفرصة مواتية يا أسعد، لأنه لا عضوات الحارة يلي منه فيه ولا مجلس المحافظة طيينه. ليش؟ لأنه لهلا ما أنجز شي بنوب نوب. خلاص لا تاكل هم يا أغا. بدها حركة يا أسعد، بدها حركة. ولا يهمك، بس نسيت ما قلت لك في شغلة راحت عن بالي. حكينا مع العيال ووافقوا وراحوا خطبوا وطلبوا الإيد ومشي الحال، بس لحد هلا لا شفنا العيادة اللي نوعد فيها الصبي ولا بيت مشان يسكنوا ولا اللي راد ذهب لعبت بين إيدينا. لو كنت منتظر شوي كنت غنيت يا أسعد. هاي الميت ذهبة بدل 50، وهي تكلفة الجوازة من ساسها لرأسها. يعوض عليك يا أغا كل قرش بعشرة. بس بدي تحددوا العرس، ويوم كتب الكتاب رح اتنازل لك عن البيت والعيادة. ابن زمانك يا أغا، اتكل على الله. يا عيني يا سكر، كل عمري وأنا أحلام قلت بكرة يا سيفو تتجوز وبتجيب عر أولاد وبتعيش أنت وبنت الحلال بسبات ونبات. أيوة. وأنت يا سكر صرتي هلأ مرتي وأنا جوزك، يعني حلالك لك عيني. فهمتي علي؟ عم بفهم عليك ابن عمي. لكان شو السيرة يا بنت الحلال؟ هاي صارنا فترة متجوزي وأنا بدي ولد يسندني إلي وإليك بكبرتنا. لك إذا في شي يا سكر قلي لي خبريني. صدقني ما في شي، بس شوية وقت. احكي فضفضي. لك أنا جوزك ورايدك، إذا بدك باخدك على الحكيم على استخاني. مو هيك يجيني ولد وصير أنا أبو داغير. طول بالك علي من بعد إذنك يا بنام، بس شوية وقت مو أكتر. ليكون بدك تزوري أمك تشوفي إخواتك تشوفي حدا، قلي لك عيني. إذا بدك بجيب لك أمك لعندك. ها من بعد إذنك نحن منروح لعند أهلي. لعيونك بعد ما نتعشى منروح دغري لعند أهلك. يا ريت. ومعلش يا عيني عد عندهم يومين وثلاثة واحكي لأمك فضفضيلة أمك هاي. يا ريت. الله يخلي لي إياك ويديمك يا أبن نقصول. إلا كان يلا روحي حضرينا العشاء مشان ما نتأخر على أهلك. تكي بكون لك الجاهز. لك يا رب يا حق ترزقني داغر من أول بطن. إيه والله والله لا أعمل له حفلة ما صارت ببلاد الشام. يا سيد عصمة زبطت الأمور. هاي 100 ذهب بدل 50 كتير منيح. وهي تكاليف العرس من ساسه لراسه. ولك يا عيني عليك. بس حضرته مصر بده الموضوع يمشي بسرعة، لذلك بدك تقنعي ابنك بالجواز. من ناحية شريف اتركه علي، لا تحمل همه منوب. المهم انت تشد حالك وترتب لي موضوع العيادة والبيت. وطالما انه دفع الذهبيات وتكلفة العرس تركني انا بقى مشان خطط وزبط الامور على كيفي. وحضرة جنابه قال بس تمت الموافقة راح يتنازل عن البيت والعيادة سوا. ايش شو علي؟
بيكون أحسن. هذا اللي عم بحكيه يا عم طالب. صالحة، رغم كل القصص والمشاكل اللي عم تصير حوالينا، أنا ما فيني أجبرك على شيء يا بي. هي حياتك وهي مستقبلك. هادي يا بي هادي. أنا عم بحكي معك عشان آخذ رأيك. بعدين مهما طالت قعدة البنت ببيت أهلها، آخرتها بدها تروح على بيت جوزها. وهي سنة الكون. الجماعة مستورين ولاد عيال وابن الحكيم. إذا أنت مرتاحة نحن منقول الله. بالظاهر البنت خجلانة يا أبو طالب. بهذا الموضوع ما في خجل يا أبو طالب. بعدين مو كل يوم بيجي واحد من كرامه ومن أجواد. أعمل يلي بتشوفه مناسب أنت وأمي يا أبي. الله يرضى عليكي. لا يا أبي لا، هذا الموضوع بيخصك أنت بالذات. إذا قلبك مرتاح بتقولي إيه. على كل حال فكري منيح إذا وافقتي حتى نسأل عن الجماعة ونقول يا الله. مني يا أخ. مشي الحال. يعني فهمته يتلافى سمعته الوسخة بأي طريقة؟ اي نعم. يا خوفي ما يعرف يتصرف، يا خوفي يروح علينا هالفرصة. طمني بالك. لكن ليش نائزني قلبي؟ ما بعرف. قلبك نازك لأنه أسعد سمعته وسخة، وإذا سمع أبو طالب بهالشي ما رح يقبل لا في ولا بابنه. يا أخ إحنا لازم نربطها من كل الجهات، وبنفس الوقت نكون بعاد مشان إذا صار ما صار مع الأيام ما يتبقونا بيت أبو طالب. أنا حكيت مع أسعد وفهمته شلون يتصرف وشلون يحكي، بس مشكلة ماني عارفان شو بدي أقولك. أنا رأيي إنك تروحي لبيت أبو طالب وتحكي مع حرمته في حال إذا كانوا مترددين. كلامك مانو صح يا أخ. من بعد إذنك، يعني قبل شوي كنت عم قلك إنه نحن لازم نكون بعاد عن الواجهة وما نكون بالوش. وإذا رفض؟ إذا رفض نرجع ندفشه مرة تانية. وسمعت الوسخة شو منساوي فيها؟ خلينا نستنى لبكرة بعدين منشوف. لكن احنا شلون ما اخترنا واحد سمعته نظيفة؟ لنظيف يا آغا ما بيشتغل شغلتنا. مزبوط مزبوط يا رمان. ساعتك محتارة؟ اي والله محتارة ومالي عرفانة شو بدي اعمل. مريم شو اعمل؟ انا بقول بيتي استخارة وشوفي شو رب العالمين بيفرجيكي. صباح رباح. هيك قلتك. اينك اختي؟ بعدين البنت اولتها واخرتها بدها تتجوز وتروح على بيت جوزها. هيك قال لي أبوكي الله يديمه فوق راسها. آمين يا رب. أختي مصيبتنا جايزة تطول، وأنت لازم تتجوزي وتفرحي. إن شاء الله. نخلي لي إياكي. كريم يا رب. ميت على وسهلا بجان. خلاص اتكل على الله، بإذن الله رح نحلها. عمي انتو شوفوا لي شو رأيه لهالآدمي وردوا لي خبر. ماشي خلاص هاليومين بس. يلا اتكلنا على الله. صباح الخير. وانتم بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا شوف Oh.
بدون حسان وابو يحيى قلت لهم ياخذوني معهم، ليش انا بعرف وين راحوا، كمان هن ما حكوا وتركوني لحالي. يا اخي اذا رضي رضي، ما رضي عمره ان شاء الله ما يرضى. انا راح اسحب ايدي من السيره. طول بالك عم يعيده، طول بالك. لامتى بدي طول بالي يا ابو مرزوق؟ هي شحنه تاركين عيالنا، واحيانا عم اترك اشغالنا مشان حضرتهم. معلش هي بنوبك ثواب. انا ثواب الله يعدمني اياه. لك يا عمي اول شيء بدنا نعرف راي مسعاد، بعدين الكل حديث عن حديث. ماشي. طول بالك الدنيا ليه؟ طول بالك. لك عمي انتو ما بتعرفوا هذا ما بيفيق نومه جحاشي. اه ايوه. شباك يا ابن حنان شباك، خف من الدقة. لك عم لك نومه جحاشي ابو سميح. اجا جحاشي بدي يلعن ابو. ولك سد بوزك ولا تجيب سيرة ابي على لسانك، والا بطلع بروحك. ها هذا انت اللي رح تخلع الباب؟ ابلك خرب تافك. اسمعوا لا، هي قدام عمك ابو مرزوق وابو سميح، قسما عظما انا بسحب ايدي من الموضوع وبخلي ابن حماك ينتفك تنتيف. شو ينتفك تنتيف؟ ها شايفين شايفين من عينه ببين انه ماله رضيان بالحل. امشوا 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 يا جماعه، ولك تضرب انت ونحنا يلي عملنا لك الواسطه. ايه لك شو عم يخرف عيده؟ شو عم يحكي؟ شرفوا امشوا امشوا بلا وجعت هالقلب مع هالتيس. لك فهمني عن شو عم تحكي قبل ما تنطمس؟ وحد الله يعينه، وحد الله، لازم نفهم القصه من مسعد بعدين لكل حديث عن حديث. صلي على النبي يا عيدو، خلينا نسمع راي مسعد بهالسيره. لك مالكم شايفينه؟ لك مالكم شايفينه شلون متنح؟ لك على شو؟ يا جماعه طولوا بالكم، لازم نفهموا السيره، حيث انه لازم يفهمها بعدين لكل حديث عن حديث. ماشي. خذ طريق ولا بني ادم، خذ ايه ماشي طريق. يلا خلصني. يلا يلا شرف. يلا يلا شرفوا عمي. يلا يلا عدمني اياك انت وجوازي. تعال اضربكم. لازم يوقفوا، لازم لحتى فرجي لابن هالحرام شو يعني يتجوز وحدة شرشوحة بنت نوار، بنت شقفت أميمي. لازم خليه يشوف خلفته اللي تركني مشانه كيف راح تفضحه وتجيب له الحار. ان شاء الله عجبتكم الغرفة؟ ايه ممتازة، الله يعطيك العافية. نعمي عمي محمد نعمي، بعدين نحن مو جايين نتسيران. عمي انتوا ريحوا هلا، وانا رح روح اتفقد فواز بمطعم وبرجع برد الاخبار. محمد بس دير بالك يحس على شيء. لا يا طيب. تعرف يا محمد، إذا بيطلع هو بتكون خدمت عمك أبو طالب وخدمتني خدمة العمر. يا ريت، لأنه أفضال عمي أبو طالب علي وعلى الحارة ما بتنعد ولا بتنحصى. يا رب. يا رب يا محمد يطلع هو. الله كريم عمي. والله أنا قلبي حاسسني إنه قربت. إن شاء الله عمي إن شاء الله. محمد شو ما صار معك تيجي دغري بتخبرنا. أكيد عمي. سيدي أنا فرطت من التعب، خلينا نريح شوي. مو أكتر مني، أنا فارط أكتر منك. طلع البيجامات لك. خبري أسعد بيك اللي لمرت أغا على الباب.
مين على الباب يا ابو؟ على الباب سيدي. ساوي قهوه خليه يتفضل. شو مين اللي اجانا من الصبح؟ ما غيره، مراد اغا. وشو بده؟ اتركي اجى على رجلي، بدي خليه يعتصل بيته والعياده غصبا عنه، ولا رح خليه يساوي مسافرة بالبلكانه. طيب فهمني شو صار؟ شو استجد؟ شو جرى؟ هلا ما هذا المهم، ابنك وينه لساته نايم؟ ليش شو بدك من شريف هلا؟ كنت بدي احكي معه وفهمه مشان العروس، الله يرضى عليك جيبيه وقنعي، خلينا نجوز وبدي اخلص من هذا الموضوع بقى. ماشي. شو ممكن يصير لو عرف نصري بالحقيقة؟ أخ يا ابني، لو تعرف ليش أنا ما أرضى شغلك مع هالابن الحرام. بس أنا خايفة إني أضعف وأعترف إنه نصري هو ابن مراد الوحيد، وإنه المرحوم وأبوه، والمسكين عم يدور على غريمه ومو عارفان إنه أبو الحقيقي لساته عايش. آخ شو ساوي يا ربي؟ شو ساوي؟ خير أمي شوفي؟ أبوك كان بده إياك لأمر ضروري. بخصوص؟ بخصوص العروس، كان بده يحكي معك أم إجاضي؟ يعني ما تمديني خلاص؟ لكن ماما حبيبي بدنا نفرح فيه. طب مو بكير شوي؟ ليش بكير ماما؟ ولا مالك حابب نشوف ولادك على حياة عنا؟ أكيد حابب، بس كنت عم أقول إنه بعد ما أترك كانوا أفتح عيادة. من هالناحية لا تخاف، العيادة والبيت اللي رح تتجوز فيه موجودين. أوف بهالسرعة؟ مو نحنا قبل جيتك اشترينا لك عيادة وبيت؟ وهذا الشيء هديتنا إلك بمناسبة رجعتك بالسلامة بشهادة الدكتور. خلص إذا هيك شايفين ما في مشكلة. هيك ها؟ الله يرضى عليك يا حق. من خير الله وخيركم فادي خانو. قلت لحالي تفرجوا حالكم شوي. ايه بس هيك كتير كتير يا خانم. ولو انت بتستاهلي اكتر من هيك بكتير يا فادي خانم. وبرجع بقلك تأكدي تأكدي ما رح انسالك هالمعروف طول عمري. بدنا خدمة تحرز ولو؟ انت المحرزة فادي خانم، بس اهم شي ضلني انا بعيدة كتير عن الموضوع. خلص مثل ما بدك لمعاد خانم، سر كبير ماله قرار. بس يعني بلا مؤاخذة، بما أنه علاقتك كتير طيبة بالست أم طالب، ليه ما بتقنعي أنت بالجوازة؟ يي هذا حديث طويل فادي خانو، بعدين بنبقى بنحكي فيه أنا وياك. على راحتك. بس برجع بقلك يا فادي خانو، إياكي إياكي ينذكر اسمي قدام أم طالب أو عصمت خانو. يوه عم قلك سر كبير ماله قرار. وأماني ها أماني، إذا بتحتاجوا أي شيء دغري خبريني، نحنا أخوات. ولا يهمك لمعاد خانم، بس قبل ما أنسى تفضلي. عندي بنت أخت قمر مصور، شو رأيك بالمعية ظبطها لسلفك؟ ولو يا فادي خانم، نحنا أكيد إلنا الشرف، وبس نخلص من جوازة ابن العصمة خانم رح نرتب جوازة بنت أختك. أكيد ولو نتشرف. إيه نحنا اللي نتشرف يا لمعاد خانم. دايما إن شاء الله. حياتك يا أخي. يلا خلص شغلك وحاني على البيت. اكيد يا اغا. ولو ولو يا سعد بيك رح تلاقيني بانتظارك انا وموظف الطاقه. قولوا فعل يا اغا. الف صحه على البيت. مال الشام شو حاطه بالشاي انتي؟ مالي حاطه شيء. لك شلون مالك حاطه شيء؟ ليش هيك طعمته الشاي غير شكل؟ يعني طلال عادي هيك. لك شلون عادي؟ شو حاطه بالشاي انتي؟ طيب ليش معصب؟ لك لانك انت اللي عصبتيني، قولي لي شو حاطه بالشاي؟ ما لقيت عسل وحبه البركه. لك يا بنت العالم والناس، نحن شو حكينا يوم اجوا اهلك جابوكي لهون؟ على شو اتفقنا انا وياكي؟ بس انا لك بس شو؟ خالتي ام حسان وخالتي ام محسن جابوا لي اياهم ونصحوني اني اعمل هيك. الله يطولك يا روح. الله يطولك يا روح. لك انا كل اللي بدي اياه اني انسى مصيبتي. انسى همي.
والعالم ألم قايم عم ذكروني فيها. عم بذكروني إنه مالي رجال. طيب لسه ما كفيت أكلك؟ أنا ما عاد بدي آكل، ما بدي أتسمم. لك أنا والله لو ما بحبك ما بعمل هيك. ما بدي حدا يحبني ولا عاد بدي حدا يطيقني أبدا، فهمتي؟ طلال بس اسمعني. العافية. يا اهلا وسهلا، بدي اعتذر منك اذا بدك تاكل، مش وقت الاكل هلا، الساعه 12. ايوه الظاهر انك جديد عنا. لا انا مو جديد، بس انت ذاكرتك ضعيفه شوي. طيب ذكرني يا خي. انا من فتره اجيت لعندكم لهون. ما كل يوم بيجي لعنا 100 زبون وزبون، فشو بدي اتذكر لا اتذكر. وقتها قعدت مع زبون وظاهر هو مداوم عندكم. شو اسمه؟ فواز. فواز 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 الشامي؟ اي نعم فواز الشامي، ووقتها كانت قاعده معه صبيه حلوه. ايه تذكرت. طيب لساته عم يجي لعندكم؟ بيقرب لك؟ لا. لكن شو عرفك فيه؟ فواز بيكون ابن حارتي. بدك متوخزني بهالكلمة، بس خيي كلكم هيك مثل فواز يعني؟ ليش شو بفواز؟ من الآخر؟ تفضل. يا عمي مش كلجة. يلا طيب. مش بس هيك، دايم الدوم بتلاقيه سكران بهالخمرة وهيك، وعقل عقل هيك شي بيعمل مشكل طويل عريض. كمان. الله لا يوريك. خلص. أنا بس شوفه رح أحكي معه. رح خليه يهدى ويروق. ما عادش في داعي يا خيي، ما بقي حدا ما حكي معه، بس نفس النتيجة، خلص ما تعذب حالك. المهم هو امتى بيجي على المطعم؟ هو بيجي بالليل أكتر شيء، بس صار له يومين مش مبين. ليش بقى؟ بيكون غاطس مع شي مرة جديدة. طيب ممكن يجي اليوم؟ هلا ممكن. طيب هو عادة امتى بيجي؟ بالليل أكتر شيء. طيب معناتها أنا بيجي لعندك بعد صلاة العشاء. بتشرف في أي وقت نسيه. طيب بس إذا شفته لا تقول لي سألت عنه، ما عليه؟ لا بتأمر أمر أكيد أكيد على ذوقك. على ذوقك. لك يلا يا صالحة شو صار معك؟ يلا ها شحنة خلصوا. يلا خلصينا بقى من الروح. ليش مستعجلة؟ شايفة منام كتير حلو. شو هو؟ امشي امشي نحكي بعدين. يا الله يا فتاح يا رزاق يا عليم. عم طالي عشان ما نمط ونشط السيرة، رح ابعت واحد من شغلتي يسأل عن الجماعة وبعدين بنحكي. بس يا ريت تقبرني تخليهم يخفوها شوي لأنه الجماعة مستعجلين. إن شاء الله إن شاء الله. رح شوف مين. إيه تقبرني إيه. خسة وزة خسة وزة بقدونس أخضر بقدونس أخضر خسة وزة. شرفوا. يا أهلا وسهلا. شرف. أنا مهلي يا طالع. فضل. يا ميت أهلين وسهلين. يوم مين الأفندية اللي جاي لنا من مغرية الصبح؟ الله أعلم. بس باين عليه من أكابرها. إيه مزبوط. يا مو مين هدول الضيوف اللي إجونا؟ والله يا مو علمي علمكم ما بعرف مين. طيب يعني نحن شو نعمل؟ نروح ولا نقدم لهم ضيافة؟ لا يا مو انتوا تيسروا، انا وعزمي بنقدم لهم ضيافة. وضبوا لنا ضيافة وفوتوا لنا اياها. ابو طالب تقبرني مين هدول؟ هذا العريس وابوه. يا مثل ما عم بقول لك من على بكرة الصبح؟ على اساس جايين يشربوا فنجان قهوة ويتعرفوا علي. بهالسرعة؟ على قول ابو العريس من كتر ما مدحت حرمته بالعروس واهل العروس وخايفين ما نوافق جاي ياخذ الخبر. الزلمة مستعد يدفع من الذهبية للخمسمية كمان. هلأ على قول أبوه الشاب حب يصهرنا حب العيلة. إيوة واثنيناتهم عم يترجوا ويتمنوا أنه نعطيهم الموافقة. ليش مين ما بيتمنى يناسب أبو طالب القنواتي ويقدم الغالي والنفيس ليصهروا؟ بعدين وين رح يلاقوا أحلى وأطهر وأظرف من أختي صالحة؟ أقسم بالله شغلة بتشليش بعمرها ما صارت شغلة بتحط العقل بالكف. عريس يجي على بيت العروس بهالشكل ما صارت. ايه والله يا ابو طالب، بس مثل ما قالت مريم الجماعه شارينا. على كل حال اعملوا لنا القهوه يلا. حاضر تقبلني. حاضر يا كان تعالوا معي اجوا هلا مشواركم نعمل ضيافه بعدين بتقوموا تتيسر. مرحبا عمي. اهلين عمي اهلين. يا اخي الصغير عندي بالبيت كان مش عليه السعله،
سهلي عمي سهلي، هلا عملت خلطه ما في منها لسه علي. يعني بتروح دغري؟ لكان هي مجربه وفيها اكثر من عشبه بس ما تكون غاليه. لك يا عمي شو. مرحبا اخي، شو بدك هالحكي كله على الخلطه وما خلطه؟ الشغله ما انا محرزه. شلك انت شو دخلك؟ عشان شو دخلني يا عمي ابو لطفي؟ الزلمه عم يقول لك اخونا صغير كامشي عليه السعله، كامشي عليه السعله، شو بنعطي؟ تعطيه شويه بابونش؟ ايه بدها خلطه ما محرزه بالصلك اخي. امنت بالله على نهار. لك يا ابني السعله له اسباب كثيره، هي اضمن له. هلا بدك تعملي من الحبه قبه؟ عم يقول لك عم يسال عم يسال شويه بابونش وبتلاقيه رجع مثل السبع. هيك قلتك حكي؟ شلون؟ ما عم بسمع. هيك قلتك حكي؟ ايه مثل ما عمل لك، شرب شوية بابونش وصلى الله وبارك. مشكور حكي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكي ان شاء الله 10 حكماء بوقفوا فوق راسك ما بيلاقوا لك دواء. لك خير شبك ما واصل اشواطكم لاخر الحال. عم يهرب لي الزباين. هلا يا لطفي، إذا في عندك ولد صغير عم يسعول، شو بتشربه؟ بابونيش. بتشربه شي خلطة حق هديك الحسبة؟ لا. شفت شلون؟ شفت شلون؟ لا. طلع، طلع على دولاب الجلف، طلع! وأنت روح كنس قدام المحل، روح! شبك يا أبي، حكيه مظبوط الزلمة. لعن أبوك على أبوك. بيني وبينك أمي، العريس باين عليه راكز وراتب وبنعالم وناس ما حاكي شي بنو. إيه والله يا عم حكيك مظبوط 100%. ما شفتي عين الله عليك فوق هالشي دكتور؟ اي بس يا عمو اهم شي نحنا بدنا رأي ابوكي. خلص امي، اذا انتي وصالحة موافقين اتركوا ابي علي. الله يقدم لي فيه الخير يا عمو. شو؟ بلاقيكي قطشتي ولحشتي من عندك وجوزتيني مريم خانو؟ تقبري قلبي. هاتي يسلم دياتك. يا بي شو صار معكم؟ ان شاء الله خير يا بي ان شاء الله خير. يا اهلا وسهلا بالمهلي. الله يسلم هالايدين يا اخي الطالب. تفضل عمو. يسلم ولدينا. ميت اهلين وسهلين بالمهلي. الله يبارك فيك وان شاء الله عامر يا رب. الله يخليك يا رب. اهلين. يا اخي ابو طالب، المهم على قولة المثل خير البر عاشله. مخدومكم شريف وحيدنا مثل ما بتعرفوا وحابين نفرح فيه. الله يقدم اللي فيه الخير. الله يبارك فيكم. فشو بتأمروا نحن جاهزين، وما بعتقد ابدا بضيع شيء مع انسان كريم ومحترم مثلك يا سيد ابو طالب. اسعد بيك. المصاري بتروح وبتجي، نحنا إذا بدنا نشتري نشتري الزلمة. الله يبارك فيك ابن أصول. يا ريت تعطونا يومين أسعد بيك مشان نفكر. بس بدي إياها من جنابك يا أبو طالب. مخدومك يعني حابب يتأهل، وكمان حرمنا الوصول مثل ما قلت لحضرتك، ما لمسدة إمتى تصير عنا بالبيت مشان تفرح فيها. إن شاء الله خير. ورح تكون كريمتكم بعيوننا من جوا عمي أبو طالب. كريم وابن كرام عمي. تسلم، هات من ذوقك عمي أبو طالب. الحقيقة يا أخي أبو طالب، مخدومكم ابننا شريف من كتر ما حرمنا الوصول معجب بكريمتكم وحكيت عنا كتير، أصر ابني شريف إلا يجي يتعرف على جنابك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تسلم عمي. كملوا أبوكم. وكرت على الجرسون إنه ما يعرف على وجودك أو وجودنا ببيروت يا محمد؟ نهي يا عمي حسان، الله يسامحك. لأنه موضوع السرية التامة شيء ضروري كتير. أكيد عمي أكيد. معناتها توكلنا على الله يا جماعة. خلونا نشرب الشاي ونطلع نعملنا تفتيل ببيروت لبين ما يصير موعد جيد فواز على المطعم. إيه والله يا ريت. أنا هي أول مرة بزور بيروت بحياتي، حابب أتعرف عليها وشوفها هيك عن قرب. شو أبو يحيى؟ مو على أساس مو جايين نتسارق؟ سيدي يعني بنضرب عصفورين بحجر واحد. أمرك من تعليل هالبلد. تفضلوا. يلا. بعدين على قولة المثل، خدي اللي شاريكي أحسن من اللي شاريتي. مظبوط، بس لك شو بدك أحسن من هيك؟ دكتور فهمان وابن عيلة وناس. ما بعرف شو بدي إياك. أنا بقول تكلي على الله أختي أحسن شيء. لا إله إلا الله.
شلونك وجيها؟ اهلين، اهلا وسهلا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ تمام. يلا فوتوا اشربوا قهوه لبين ما اجهز. فوتوا فوتوا تفضلوا. اهلا وسهلا. مرحبا يا معبدو. اهلين ابو طالب. وين نسيبنا هون؟ لا والله ما نو هون. وينو؟ والله كعيت معهم يا ابو طالب، لحتى يقولوا لي وين رايحين ما كانوا يحكوا. يعني هون بالشام؟ ما بعرف. معبدو دخيل عينك. اذا رجع قولي له ابو طالب عاوزك ضروري. على عيني. وانت اذا بدك اي شيء ببعث لك رجالي بيساعدوكي. والله ما بتقصر يا ابو طالب. يلا سلام عليكم. مع السلامة. يا أريضاً ان شاء الله. كانوا يقولوا وين رايحين؟ هيك تاركيني مثل أطرش بالزفة. يا ميل أهلا وسهلا فيكي. أم طالب موجودة؟ إيه تفضلي يا ستي أم طالب. أهلا وسهلا. أهلا فيكي يا ست أم طالب. أنس ونورتي تقبريني. شرف لي. نور البيت موجود. إيه حاضر. خلينا ياك يا رب. عدي تقبريني بالصدر بالصدر. أهلا وسهلا ست أم طالب. والله مشتاق لعيونك الحلوين تقبريني. يا ميل أهلين وسهلين فيكي. أول باشتان بزمتي وبديني يا ست أم طالب دخلتي ودبتي بقلبي مثل السكرة. هذا من ذوقك ولطفك تقبريني. وتاني باشتان من بارح بعد ما طلعنا من عندكن عرفت من عصمة خانم أنه عندكن محل سجاد؟ إيه والله مزبوط. سبحانه الله كيف بيرزق ناس وبيقطع بنصيب ناس. سبحانه بعدي اسمه مقسم الأرزاق. مو كنت متفقة مع جوزي أنه نبدل سجاد البيت؟ إن شاء الله بالهنا تقبريني. وكنت متفقة أنا وجوزي أنه يجيب لي السجاد من عند رفقاته. بس بعد ما شفتك وحبيتك قلت له يلغي الموضوع كله وبدنا السجاد من عندكم. تكرم عينك، نحن وسجاد الخان تحت أمرك. تسلمي يا مزوقة يا بنت الأكابر. ما كان إلي مشوار بالحارة قلت مر لعندك بنشرب فنجان قهوة وبتحكي مع أخي أبو طالب بهالخصوص. على عيني وراسي، أنت بتأمري. قلت لحالي يا بنتي لازم أخذ رأيك لأنه الجماعة مستعجلين. بعدين أقسم بالله جبنا السيرة هيك من قامت علمه. هلا بالاخر يا بالرأي رأيك والشور شورك، انت اللي بتقرر. بس انا عم اقول انه اذا الجماعة مبين عليهم اكابر وفوق هالشي ابنهم آدمي ودكتور فليش لا؟ قولوا يا رب. هيك قلتك يا بي. من بعد اذنك يا بي، واولتها واخرتها البنت ما لها غير بيت جوزها. صحيح يا ستي، الله يقدم اللي فيه الخير. امين. ليلي يا بي، جوزك شو اخباره؟ على حاله يا بي، ما عنده استعداد حدا يفاتحه بسيرة العلاج وخلافه. لا إله إلا الله. اسمعيني يا مال الشام، هلأ بالوقت الحاضر يا بي تركي على حاله. لا تسألي عن هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. هو هيك يا بي، بس بصراحة ما بخفيك، خالتي أم حسان وخالتي أم محسن جابوا لي قطرميز عسل وحبة البركة، وقام طلال حس علي حط لهم كاس الشاي وقامت القيامة. شيء بصير خير، بصير خير يا بنتي. لكي هذا الموضوع انسي نهائيا. ماشي ماشي. حاضر. يلا. شو بدي قلك فادي يا خانم، بما انك يعني مشرفتينا تقبشي قلبي، بدي اخذ رايك عن عصمت خانم. يعني كيفها؟ شلونها؟ يعني بيني وبينك يا ست أم طالب، أنا لو عندي بنت بعطيها بأوعية عقد ما نون أولاد عالم وناس وأكابر وأملاك ما بتنعد ولا بتنحصى. يعني وبرضو الشور شوركم. يعني بفهم منك إنه الجماعة أكابر وأولاد عالم وناس؟ يعني والله أنا ما شفت من عصمة خانم كل هالأيام غير كل خير. خير إن شاء الله خير. وفوق هالشي العريس دكتور، ومثل ما بتعرفي يعني الدكاترة بالشام معدودين على الأصابع، وما شاء الله عليه طول وقامة وجاذب، يعني شي بياخد العقل. يو الله يخلي لهم يا رب ويحمي.
ومثل ما بتعرفي وحيد امه وابوه. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. ليكي يا ست ام طالب، ومثل ما قلت لك بالاول، برضه شور شوركم والله يقدم اللي فيه الخير. امين يا رب، الله يقدم اللي فيه الخير. تقبليني؟ تفضل. الله يسلم هالايدين. اهلا وسهلا. يسلموا الايدين. تقبليني؟ صحة. يعيشوا هالايدين. اهلا وسهلا. اهلين فيك يا رب. انستي وشربتي. تقبليني؟ نعمت. اهلين وسهلين. اهلين فيك. وصلي وسلم على خير البرية والأنام. اللهم صل على سيدنا محمد. الرباط موجود بمكان محصور. شلون يعني؟ يعني طنجرة، بحلة، بقلب شي مزهرية، هيك شي يعني. أيوة. وحجمه أكبر من الكشتبان وأصغر من راس اليخنة. وهالرباط يا بنتي محطوط بقرنة ما بتخطر على بال. أكيد محطوط جوات بيتنا؟ إيه نعم. الله يبشرك بالخير. وبحال وجد إن شاء الله رح تخلصي من كل عذابك وهمك يا بنتي. الله يسمع منك يا رب. ويوم اللي بتلاقوه تحرقوه بساعة الساعة. تفضلي تفضلي شرفي. يا أهلا وسهلا. أهلين فادية. سابقا أمرك. ولا لمعاد خانو، شو عندك شك؟ هاتي احكي لي شو عملتي وشو سويتي وكيف تصرفتي؟ مثل ما طلبتي مني بالحرف يا بنت الحلال، احكي لي بالتفاصيل. هذا يا ستي احكي لي من الآخر، رح يعطوا الجماعة ولا لا؟ يا ستي رح يعطوهن. شو عرفك؟ ايه طبخت لك ياها طبخة لأم طالب، استوت من وقتها وقلبت نيفة يا خانو. ايوه. وعلى علمك امتى ممكن يتم هالشي؟ لا تهكلي هم، بالقريب العاجل. اكيد طبعا. اكيد يا خانو. ايه قبل ما انسى. تفضلي. لا تنسي قصة شروة السجاد. لا ايوه اعوذ بالله. وزكاة عيونك، بتقولي لجوزك يكترون مشان القصة ما تبين لعبة. انا تربيتك لمعاد خانو. وهدول السجادات اعتبريهم هدية مني لإليك. وهلأ رح أعطيكي حق 10-12 سجادة. لا أيو تمرتيني بخيرك لمعاد خانم، أنا ما بدي غير سلامتك. سحكت فكري هدول إلهم علاقة بالذهبيات؟ لا 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 لا، كل شي الحال. إيه والله هيك عم تخجليني كتير. ولو خير الله كتير يا فاتية. الله من عالي سما يزيدكم من نعيمه يا لمعاد خانم. وين ممكن يروح بدون ما يشاورني وأنا بأمس الحاجة إله بهالأيام هاي؟ شي طالب يا جماعة. أنا بشوف نبلش شغلنا. وأنا هذا رأيي. لا يا جماعة طولوا بالكم شوي. السلام عليكم. عليكم السلام. الزعيم أبو طالب مو بالبيت يا أسيادنا. شي شو شغلك حبيبي؟ شو شغلك؟ أبدا. أعوذ بالله. هلا إذا مو بالبيت ولا بالملكانة، وين بده يكون يعني؟ الغايب عذره معه يا إخوان. ما اختلفنا على الحديث. بس نحن كمان بحاجة توقيعه لحتى الورشات تبلش شغلها، وهو حضرته مو مبين. برضه بدنا نعذره يا اخوان، لأنه مشاكله لفوق راسه، الله يكون بيعونه مسكين. وهي تاني يوم بيتخلف عن الاجتماع. يا أخي ماله فاضي، يسلم هالمنصب لغيره، ويلتفت لشؤون أهله وبيته. مزبوط. لا، لا يا جماعة، مو حلوة بنوب، مو حلوة أبداً نحكي عن أبو طالب بغيابه بهالشكل هاد. حلوة لما مو حلوة، مو هذا الواقع. والحارة بهالحالة رح تفلت. قول فلتت. ومو هامه أبو طالب. أخي هامه لما مو هامه، هي هي. وهذا الشيء من يوم استلم الزعامة. حلتها حلتها يا أخوان.
خلينا نركز. خلينا نمشي. يا الله. تعال يا شيخنا. نعم. هي مو معقول اللي عم عمله صاحبنا ابو طالب. حسبي الله ونعم الوكيل. بصراحه يا جماعه كان بودي انا انتظر لابو طالب ساعه زمان. بس ابو طالب لا باين لا بالحاره ولا بالبيت، وجايز ما يجي اليوم بنو. مزبوط يا مراد اغا. يعني يا جماعه اذا كان نحن ما وقفنا معه، مين بدي وقف معه؟ الغريب مو حلوه، مو حلوه بنو. صحيح، بس هو زولها، زولها كثير. على كل حال ان شاء الله بعد صلاه المغرب نعمل مشوار لعنده على البيت. ان شاء الله. ان شاء الله. تفضلوا. يلا. على مهلك، على مهلك، الزبون ما راح يهرب على مهلك. ايه ايه ايه، على مهلي، على مهلي. هم. طخي. بسم الله. الله اكبر. بسم الله والله اكبر. شو خروف بدك تذبحه؟ على مهلك. وراس الشعر، على مهلك وراس الشعر. حاضر. تفضل. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شو صار يا بي؟ والله راسي شعره. شرف لهم. مو بدك تعلم تركيب الأدوية؟ ركبي دواء للسعلة. لشو دواء السعلة يا بي؟ بابونش بيمشي الحال. يا ابني يا حبيبي، الزبون بيروح على البزورية بيجيب بابونش ما بيجي لعندك، نحن بنركب أدوية. ركب. حاضر. دواء السعلة. أول شيء الليمون. تريك من إيدك ابني، تريك من إيدك وعلى الطاولة لا تريك. هات كرسي وتعال عندي. هات كرسي حبيبي، هات كرسي. وهي كرسي. عود. شو عود؟ عود أنت يا أبي، ما بصير. يا حبيبي عود، أنا أزلك. ما بصير، مش واجبك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليك يا لطفي، انت ابني من لحمي ودمي، والاب ما بيهون عليه بابنه، مشان هيك انا شايف انه كار الحلاقه مو شغلتك تكبني. حاضر يا ابني يلي بتشوفه. يا ابني يا حبيبي، انا شايف انه كار الحلاقه مو كارك، وانا حكيت مع عمك تروح لعنده على الحاصل تتعلم تجاره الحبوب، احسن لك واحسن لي. يا ابي بدك يعني اترك كار الحلاقه روح اشتغل بتجاره الحبوب؟ لك يا ابني يا حبيبي، كار الحلاقه مو كارك، فهمها بقى، مو كارك. اسمعني ابني، اسمعني، المستقبل للتجاره، للبيع والشراء، للأكل والشرب، مو للحلاقة. بعدين أنت سمعان وشايف، شي جاي من بيروت، شي جاي من فرنسا، من إيطاليا، معه شهادة إنه حلاق، ويمكن سمعت إنه عم يفتحوا صالونات حلاقة نسوانية، بقى شو بدنا بهالشغلة لك ابني؟ بس شلون بدي أتركك لحالك بالدكان؟ ابني لا تهكل همي، أصلاً الدكان صغير وما بدي أكثر من واحد. طيب مين هذا الواحد؟ ها؟ ابو الهول، ابو الهول ابني. شبو انا بدك تقلعني من الدكان وتحط محلي ابو الهول؟ يا شبو ابو الهول ابني، لك شبو يعني بصراحه احسن منك. هلا ابو الهول صار احسن مني يا ابي. لك يا ابني مو مساله احسن، اصلا حدا بيبدل غريب عن ابنه، بس عمك بيحبك ورايدك، روح لعنده بيعلمك. انت هيك شايف يا ابي؟ ايه يا ابي ايه، احسن الي ولك، الله يرضى عليك. خلاص إيه اللي بتشوفه يا أبي، اللي بتشوفه. الله يرضى عليك يا رب. روح أبي روح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يضرب قلب الأب شو شرشة. بس شو عمل؟ حمار لمين ما بعرف. هذا أنت عدلي؟ شو جابك على ديوان زعيم هذا ابو طالب؟ اجيت اسال الزعيم عن ابني. يعني ما بقى فيك تصبري ليرجع على بيته وتطمني منه عن محمد؟ انا وعم بقضي غراض البيت هب قلبي فجأة وخفت كثير، حملت حالي ورحت لعند الزعيم على البيت ما لقيته، قلت طالما طلعت وطلعت خليني روح اسال عنه بالديوان. جيتك على الديوان مو حلوة بحقك. إذا بدك شيء قولي لي، إلي أنا بسألك عنه. الله يرضى عليك يا بدرية. ها خلص خلص تقبرني. يخلي لك شبابك يا عدلي، بس ترجع على الديوان اسألي عن محمد. والله نار وشعلة بقلبي. خلاص ولا يهمك، أنا لما أرجع على الغدا بجيب لك معي الخبر، اتكلي على الله. يلا يلا بخاطرك. الله معك. ايه
محمد وين؟ ماني شايفه. والله محمد مو راح. وين؟ اجى السيد حسان واخوه. شو الحكي؟ ايه والله. شيء. في شيء؟ شرف عم شرف. شرف شرف. عبيد عريض والله. شو عرفك انه اثنيناتهم راحوا مشوار واحد؟ لانه السيد حسان اجى لهون على البلكاني ودار حديث بيناتهم. بعد منا السيد حسان راح على الحاره قبله ساعه زمان ورجع، ولما رجع اخذوا لمحمد معه وشدد علي اني ما اجيب سيره لحدا انه راحوا مع بعضهم. شيء هالزيره هي ابو مرعي؟ والله ما بعرف. طالما ما حكوا قدامك وين رايحين وين جايين، ليش لا يصر عليك انك ما تحكي لحدا؟ ايوه. طب شو الحديث اللي دار بيناتهم قبل ما يروحوا؟ والله حكوا عن مشاكلك ومشاكلها. ايوه ايوه. يا ميت اهلا وسهلا بسيدي ابو طالب. اهلين اهلين. الله يسلم الديات يا رب. شريف دخيل عينك. اهلين يا اخي. سوري بوصلك يا مرحبا. خير؟ شافك مو على بعضك. ليش امتى كنت على بعضي يا ابو مرعي؟ من لما استلمت الزعامه لهلا قل لي امتى كنت على بعضي؟ الله يهدي بالك. امين. فرج علينا وعليك. ان شاء الله. يا ميت اهلين وسهلين ومرحبتين ويا حلت علينا البركات كمان. هلا بلا ما تتمنطق بلا طعمه، بدنا نحكي مع الزعيم ابو طالب. إيه بس والله الزعيم ابو طالب مو هو. شي كان وينه؟ والله علمي علمه. حيث انه مو هون يعني ما بتعرف امتى بدير لها؟ كمان علمي علمك والله يا عمي ابو مرزوق. طيب بنحكي للعضوات. هذا الموضوع ما بيحله الا الزعيم ابو طالب، ولو حكيته مع العضوات بدهم يردوا يستشيروه للزعيم ابو طالب. ايه بس كمان عضوات مو هو. ها شفتوا؟ معناتها لما بيرجع الزعيم ابو طالب خبرنا بدرو. اذا شغله مستعجله انا بحلها يا رجال. ايوه ما بقى غير نص نصيص يحل ويربط مشاكل الحاره. هلا انا نص نصيص؟ الله يسامحك يا عيدو. عم بمزح معك بدرو. شو بنا؟ إذا هيك منت علينا. آخ ليش هيك عم يصير معي؟ ليش وين ما رحت؟ لهي مسكر بوشي. لو كان في احتمال اترك الآخر هلا ما عاد في مجال، لاني يمكن لاقي طرف الخيط اللي ممكن يوصلني لقاتل ابي عند خصومه للاغا. من اليوم لازم اسعى وراء القصه بايدي ورجلي. بس اذا تركت الشغل مثل ما بدها امي ودري الاغا اكيد ساعتها رح يعلم شنبتي. يو على شو عم يدوروا هدول مقصيف الرقبة؟ يا ربي على شو؟ بس يا ستي كنت اسألك سؤال من بعد إذنك. خير تقبريني؟ يعني انشغل بالي وقلت لحالي إذا بعرف الصبايا على شو عم يدوروا مو مشان شي بس مشان أقدر ساعدكم. الصبايا عم يدوروا على خاتم، في خاتم لمريم وقع منا وما عم نعرف وين واقع. يلا يو خاتم بده يسلط بطناجر وصحون ببيت المونة. وين صارت هي؟
على هامان يا فرعون، ولي على عيونكم شو قارحين وكذابين. رحت لعنده عالبيت سألت عنه، أم عبدو قالت لي ما بتعرف وين راح، قلت يمكن لاقيه هون بالملكانة. والله إذا بتحب تسمع رأيي أخي أبو طالب، إذا جاي نصيبة للبنت لا تفقفوا بوشها. هيك رأيك؟ والله يا حال الدنيا أخي أبو طالب، يعني البنت مصيرها لبيت جوزها، وعلى ما سمعت منك إن الجماعة أواذي ولادين حلال، والشاب معه شهادة الدكتور. صحيح، الله يتمم على خير. آمين. يلا بالإذن. قاعدين أبو طالب؟ وراي شغل والله. لك الجاهز؟ بعدين ما عندي نفس عمي، بس يجي حسان ومحمد إذن عوزهم على رأسي من فوق. وين عمي أبو طالب؟ الأكل رح يجهز. عجبا، هلأ عم بقول له مالي نفس. لقمتين بس. معلش كله عني. يلا السلام عليكم. الله معك، بأمان الله. الله معك يا أبو طالب. وجهي الله يخليك، دوري. مامي صالحة، خلي عينك على أختك مريم، أنا رايحة مشوار وراجعة. ليش لوين رايحة يا ماما؟ بس أرجع بخبرك، ما بدي أرجع وصيكي، ديري بالك على أختك مريم وعزمي بيت المونة، ابقي شقري عليها. لا تاكلي يا ماما. يلا حبيبي. الله معك. رضاكي يا ماما. الله يرضى عليك ويبعد لك. الله يديمك فوق راسنا يا حبيبي. حبيبي دورت على شغل؟ ايه دورت ولقيت انه اسهل شيء بعد ما دورت ولقيت بكل البلد اللي يشتغل بالسوق التحتاني، يعني بساعد العالم بتنزيل الاغراض تطليع العفش، يعني المهم ناكل لقمتنا بالحلال. ايه شو علي يا عمو؟ الشغل مو حرام، المهم شغل حلال وبيرضي الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله وكيلك يا امي، انا ما بدي شيء من هالدنيا كلها غير رضاكي. الله يرضى عليك. تسلمي لي والله يديمك فوق راسي. ما بتصدق يا حبيبي قديش انا فرحانه فيك، بس ما بتكمل فرحتي غير لما اشوف اولادك هيك عم يلعبوا حولي. الله كريم امي، الله كريم. هالقصه طولت وصار لازم افرح فيك لك امي. لا أمي، هالقصص مو ببالي هلأ. ليش لك أمي؟ أولتها وآخرتها رح تتجوز، فليش ما أفرح فيك على حياة عيني؟ خليني أفرح فيك قبل ما أموت. بعيد الشر عن قلبك أمي، الله يخليك لا تحكي الحكي. أولتها وآخرتها لك أمي، الله بده ياخد أمانته. وشوفت عينك ما عم بقدر أقوم بهالبيت، فليش ما تتجوز بنت الحلال اللي تقوم فينا أنا وإنت؟ لحي فكر بالقصة. إيه حلك لك ابن اللي قدك ولاده من طوله يشوفه. تكسر بدني وقعد على هالكرسي، خدي لها شو على تختي. أنا أرضى عليك. بأمرك يا حنان. يا مين اهلا وسهلا. يا اشرقت الانوار والله. ياك يا تفضلي تفضلي. ياك يا رب يزيد فضلك تقبريني. اهلا وميت سهلا بالمهل تقبريني. اي والله من جوات قلبي فرحانه بزيارتك. يخلي لي ياك يا رب، ان شاء الله الهي لما بتزوري النبي. الله يسلمك ام سلوان، ساوي قهوه على السرير. امرك يا ست، تحركي. اهلا وسهلا بالمهل تقبريني. انا قصدتك بخدمه. يو أمية خدمة وخدمة، تخدم عيون أم طالب. تفضلي تقبريني.
يخلي لي اياكي تقبريني. انا بنتي صالحه اجاها خطابين. ايوه ان شاء الله الف الف مبروك. الله يبارك فيكي يا حق. قلت لحالي طالما بتعرفي الجماعه حابه انا اخذ رايك فيهم. انا بعرفهم؟ ايه بتعرفيهم. مين الجماعه؟ عصمت خانم اللي شفناها عندك بالعرس الجماعي. ايوه على اولى شافي بنتي صالحه وقال عاجبتها كثير. ايوه اي والله والله بناتك بتربايتهم وادبهم وبيعجبوا الوزير. يخلي لي اياكي يا حق. بقى حابه اخذ رايك فيهم. بصراحه يا ام طالب يعني انا علاقتي بعصمت خانم برانيه شوي. ايوه ايه بس يعني ما سمعت عنهم غير كل خير. هيك قولك؟ اي والله يعني كل هالسنين اللي راحت ما سمعت عنهم شي مو منيح. بصير خير لك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. هلا روح جيب لي رئيس البحفر بسرعة. حاضر يا عم. أهلا يا آغا. خليني خليك عم تشتغل. خلصت يا آغا؟ أكيد ولا خجلتي مني؟ لا لا شحني خلصت يا آغا. غريب ماني شايف حدا منه. عمي مدحت بالليوان وبعت الفلاحين على البيدر. أيوة أيوة قال بدهم يحملوا القمح والشعير. وهيك تاركين وحدة حلوة صبية مثلك مثل القمر لوحدها؟ قلت بغسل الغسيلات وبحضر الأكل لبين ما يجوا يا آغا. حلو وأنا كمان مشتهي آكل أكلة طيبة وشهية ولذيذة من إيديكي يا عزيزة. إيه شو علي يا آغا؟ رح انشل الغسيلات وبلش تحضير الأكل. لا 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 روحي على غرفتك ولا تطلعي منها بنوب لبين ما ناديلك انا. جايني ضيوف. امرك. يلا بسرعه. مدحت يا مدحت. نورت يا اغا. مدحت بتروح على البيدر وبتراقب الفلاحين وما بتخليهم ينصرفوا لأجي لعندك أنا شخصياً وأحكي معك. خير في شي أغا؟ عمال مثل ما عم أقلك وبس. تأمر. وبالنسبة لأبو العز بتشحطه وبتحبسه بالزريبة وما بتخلي حدا يقرب ناحه. شدد عليه الحراسة فهمت؟ ليش عامل شي؟ الواطي عم يخطط للهريبة من جديد. شو هالحكي؟ اي نعم وبتشدد عليه الحراسة وما بتخليه يتنفس بنوب فهمت؟ تأمر يا أغا. روك لشوف وشوف شغلك. وجه عزيزي شو بدك؟ شو بدك سوي لك؟
شو بدك بعطيك؟ صدقيني شو بدك؟ وين؟ عزيزي قلت لك مشتاق اكل ألذ أكلة من ايديك يا عزيزي. يستر على حماتك يا أخا. لا فوتوا لجوا. ليش شو عامل؟ أنا شو عامل؟ ما بتعرف حالك شو عامل؟ والله ماني عامل شيء، الله وكيلك ما عامل شيء، بعدين شفت عينك من الصبح لهلا وأنا عم أحمل شوالات الشعير والقمح مع الفلاحين على البيدر. ست بوزك. بوسيدك. ست بوزك. بوسيدك. بوسيدك. بوسيدك اللي شو عامل؟ حتى تتربى وتعرف كيف تهرب مرة تانية. أنا؟ إيه أنت لكن أنا؟ وشحك جبت نهايتك بإيدك. والله أنا ما بدي أهرب ولا عم فكر بالهريبة، على شو أحلف لك؟ فات الأوان يا أبو العز، فات الأوان. طيب اللي اللي مين اللي قال لك مشان واجهه؟ هذا مو شغلك، بتسد بوزك قبل ما تعوسك بشوي. فوتو أنت وياه، إياكم ثم إياكم، اسمع صوته وحسه ونفسه لحتى تجي أوامر الأغا. أبراهيم علي. عليهم عمي متحاف. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلين وسهلين. شو القصة يا أغا؟ الملكاني لا هابوب ولا دابوب؟ الفلاحين كلهم بالبيدر. ايوه. تفضل تفضل استريح. خير يا أغا؟ والله شغلت لي بالي لما اجى الشوفير تبعك وخبرني بدك كاني ضروري. حظك عاطل يا ممدوح، حظك عاطل. نعم؟ كنت حابب أعطيك الخدامة. يا ريت يا مراد أغا. ما بنسى لك هالمعروف طول عمري. ما قلت لك حظك عاطل؟ خير يا اغا. لمجرد ما فتحت تمي بدي احكي معها بهالحديث هاد ما شف لك اياها الا هربت وجنت. يا لطيف. اي والله. شو هالحكي؟ وين بدها تروح؟ حدا 60 جهنم، وين ما بدها تروح تروح. خلص رح لاقي لك وحده غيرها واحسن منها كمان. لا يا اغا، انا بدي اياها هي بذاتها. عم اقول لك جنت وهسترت وهربت ويمكن ما ترجع. طيب خلينا نطول بالنا شوي، بركي بترجع. على راحتك.
بالنسبة لتحقيقات قيادة الشرطة يا آغا. شو؟ قائد الشرطة حاطت موضوع طلال براسه. عالحارك بتروح بتتفقد لي شو أخبار التحقيقات بقيادة الشرطة؟ أنا هون عندي كم شغلة بالملكانة، بخلصهم وبجي لعندك على المخفر وبفهم منك شو صار. أمرك يا آغا. وبتنبه على معارفك بقيادة الشرطة، خليهم يضلوا عم يلغمطوا السيرة، وقد ما كلفت تتكلف ولا يهمك. وصل يا آغا. بدي هالسيرة تموت بأرضها بقيادة الشرطة. ولا يهمك يا آغا. قول الله. السلام عليكم. عليكم السلام، مع السلامة. بدك شي مرعي؟ ابو مرعي؟ ايه جاي على بالي كرمنتينه حامضه. شي منين جبت كرمنتينه حامضه؟ شو بنا عم بقول لك جاي على بالي. اختلفنا بس هلا مو موسمها. بعدين شو قصتك انت امبارح طايف عصافيري واللي قبله زعفران وبابونج ومليس هيك؟ خلص خلص، شو بدك تفتح لي سيره ابو زيد الهلالي؟ ما عاد بدي. خلص ما عاد افتح لك شي. صدقيني لما بصير موسمها لجيب لك 10 سحاره سحاره كرمنتينه حامضه، بس هلا دبري لي حالك بليموني حامضه. يلا خاطري. الله معك، مع السلامه. الله يسلمك. السلام عليكم. اهلين يا ام الصيف، جيتي بوقتك. خير؟ شوفي قولي لي ام الصيف، بلتقى عندكم كرمنتينه حامضه؟ كرمنتينه حامضه؟ اصلا ما حتلاقي كرمنتينه حامضه هلا، بعدين لشو بدك اياها؟ بشتهيتها وانا رح اموت لحتى اكلها. لك لتكوني عم تتوهمي. معقول عم توهم؟ ليش مو معقول؟ لساني صبية. وست الصبايا كمان. ست الصبايا؟ بتعرفي؟ أنا مو بس مشتهية الأكل، يعني هداك اليوم دخت ولعت نفسي. لك إيه؟ إن شاء الله ألف 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 مبروك. الله يبارك فيكي وعقبالك. تسلمي، إن شاء الله بيطلع صبي وبيعودك عن ابنك مرعي. يا رب يا رب. لنا بالكلب لو حطوه بالقالب ألف سنة بده يضلوا أعوج. خير يا أغا؟ هالواطي أبو العز عم يفكر بالهرب، وعلى مستوى كبير كمان. شلون يعني؟ اكتشفت إنه هالواطي عزيزة سرقة من خزنة المالكانة 25 ليرة ذهب. يا لطيف. ولما واجهتها بالحقيقة نكرت وهربت كمان. هربت؟ اي نعم هربت، تقول فص ملح وداب. يعني هلا عزيزه سرقت الذهبات وهربت؟ لك شو عم احكي تركي؟ بنت الكلب. لذلك بدي اياك تعرف لي من ابوها وين ممكن تروح وين ممكن تجي. بصير خير يا اغا. مدحت تدخل لعنده هلا وبتستلمه، لا ترحمه ابدا. ما توصي حريص يا اغا. بدي اياك تعرف لي وين راحت وين اجت وين ممكن تكون. تأمر يا اغا. افتح الباب يا ابني. امرك يا اغا. اطلعين من الفنجوانية، والله هون أرطب وأهوى. لك الله يبارك يا مصري. الله يسلمك يا ست الكل، وهي أحلى كاسة شاي لأحلى مصري. لك نصري، قولي لي مني شو هالقصة اللي عم تصير بالحارة؟ شايفة لك أمي؟ والله شي غريب، كل يوم مصيبة جديدة. طيب مين ممكن يكون ورا هالبلاوي كلها؟ أنا شو بيعرفني لك أمي؟ إذا الكبارية والعضوات والمخفر ما بيعرفوا، بدك ابنك الدرويش عارف. يعني العالم بمين شاكة؟ لسا ما حدا بيعرف شي أمي. يعني مو شاكة بمراد آغا؟ ليش؟ شو دخله لآغا؟ ما بعرف، بس أنا هيك بظن. معناها خبيه لي ظنونك ولا بقى تحكي فيها، احسن ما يوصل شي خبر للاغا. لك امي فكر بالعقل، كانت الحاره ما في احلى منها، ومن يوم ما رجع الاغا انقلبت الحاره فوقاني تحتاني. خلصنا امي، ظنونك مالها بمحلها. بعدين الاغا اكثر واحد عم يسعى لانه يمسك الزعران بالحاره، بعدين هو واحد من العضوات، يعني معقوله يوسخ حارته؟ اذا بيطوبوا لي 7 بحور انا متاكده إنه الأغا له إيد بالقصة. أمي الله يخليكي، له إيد له رجل، نحن ما دخلنا. شلون ما دخلنا؟ نحن مو عايشين بهاي الحارة؟ أمي مو اتفقنا إنه نمشي الحيط الحيط ونقول يا ربي سترة؟ معناها من بعد إذنك لا تفوتينا بقصص نحن مالنا فيها.
خايف لك نصري؟ لا مو خايف، بس ما بحب وجع الراس. وبوس ايدك لا تفتح السيرة مع حدا. فوق ما خنت العهد، كمان عم تخون الاماني يا واطي. فهموني شو عامل من شاء الله. والله رح فهمك شو عامل. اسمعوا لك بهيم، اذا ما رح تعترف وين هربت بنتك من 25 ذهبيه رح فصفصك بسناني. دخلكم والله بنتي ما بتسرق، والله بنتي ما بتسرق، ما بتسرق. يا كذاب ومخطط كمان انت وياها تهربوا يا كلب. مالك مخطط لشيء؟ الاغا اصدق منك ومن اللي خلفك يا كلب. عراسي عراسي حرامك حرام يا مدحت. خطي هيك تضربه؟ مو معقول. لما تضربه مرة تانية بتشلحه وبتضربه هيك بلزق على جسمه. طيب مو سيدك يا اخ، معناتها بالجلسه الثانيه منلاقي لك دوباره. مدحت بالجلده الثانيه بتشلحه وبتضربه. وجب يا اخ. وينها بنتك؟ وينها بنتك؟ ما بتعرف ما هيك؟ الله لا يعرفك شو بيجعك. راجع لك. إياكم حدا يدخل عنده أو يحكي معه لحتى يعترف. بأمرك يا آغا. وإياكم حدا يسقيه أو يطعميه أو يعطيه أي شيء. ها وجاب يا آغا. فهمت أنت وياه مزبوط؟ إيه أمرك. شرف أمرك. شفت شي فواز؟ نهائيا. شو رايك سيدي؟ هي الطاولة منيحة ما هي؟ ايه منيحة. محمد لحالك اقعد على هي الطاولة. نحن ثلاثة رح نقعد على هي الطاولة لحالنا أحسن. والله فكرة. يلا نشوفه. وأنا هيك رأيي. شرف. محمد في حال إجا فواز اقعد أنت وياه على هي الطاولة ودير بالك تطلع علينا أو تعمل حالك تعرفنا. أكيد. يا طوني اهلا وسهلا محمد افندي. شو كانه فواز ما اجى؟ بعده ما اجى، بس هيدا وقته. بس هو اكيد رح يجي. هيك بالعاده. طيب بس اهتم لي بطاوله الشباب اللي هنيك. تأمر امر محمد افندي. شو هالحكي يا اغا؟ اي نعم، لذلك صار ضروري نلاقي البنت باي وسيله. أول شيء مشان ترجع لي الذهبيات، وثاني شيء مشان أقدمها للمحكمة بتهمة السرقة. أنت بتأمر يا آغا. بدي إياك تفتح لي محضر بهالشيء كمان. رح أفتح لك محضر يا آغا، بس بلا المخافر. ونحن في حال عثرنا على البنت رح نجيبها ونخليها ترجع لك الذهبيات، وترك لي إياها أنا أدبها بطريقتي وبلا ما نشرشحها بالحبوس يا آغا. يا سيدي هي ترجع لي الذهبات وساعتها شو بدك تعمل فيه يا عميل؟ يعني مسامحها يا آغا؟ تكرم عينك، راح اتنازل عن حقي من شانك. وأنا بوعدك يا آغا خلال أيام قليلة راح تكون البنت بين إيدينا. يا ريت يا ريت يا ممدوح أفندي. وراح تسامحني بالبنت؟ يا سيدي راح سامحك فيها دنيا آخرة، بس المهم ترجع لي الذهبات. اتفقنا. المهم تفضل احكي لي شو صار معك بقيادة الشرطة. ذكرتني يا آغا، ما عرفنا بدهم كام ذهبية مشان يسكتوا الناس اللي عملتوا يعجنوا بموضوع طلال. تكرم عيونك. العمى شو بلا موطي، هالزلمة مثل بلوعة ما بيشبع.
بدك شي تاني يا ابو العباس؟ علقت على فرع الحصان؟ ايه علقت. روح نام وريح بدنك وروح. طيب تأمر. أبو العباس حط لك لقمة تاكل. لا لا ما بدي تعشى. عمل لي بريق شاي تاني. بريق شاي تاني؟ أبو العباس من الصبح أنت عم تشرب شاي؟ صار لازم تاكل لقمه تسلط فيها معدتك. نعيم انت من ايمتى بتاخذ بتعطي معي؟ اعمل لك اعمل لي بريق شاي ثاني يا وان. يعني ما بدنا نخلص من قصة الزعل يا بنتي. بدك يعني افرح يعني يا عمي؟ لك يا بنتي ما بدي اياكي تفرحي، بس كمان ما بدي اياكي تموتي حالك. اخ يا ريتني اقعد جنب امي واخلص بقى من هالدنيا وقرفها. وبتتركي ابوكي لحاله؟ ولي على عمري عليك يا ابي، يا خوفي يكون صاير له شيء او قاتلينه. لا تفولي علي يا بنتي، لا تفولي علي. انا بعرف كيف بفكر الاغا، اكيد بيكون انتقم منه. انت هديه واركيني وبيحل الحلال. كيف بدي اهدى والاغى عنده قتل البني ادم مثل شربة المي؟ كيف؟ انت اكرم من الله. لا اله الا الله. هلا بدي اياكي تركيني وتهدي يا بنتي لحتى نلاقي طريقه تنفدي فيها ابوكي. وعد فكرت بلغ الدرك، الاغى ايده طايله كثير. لك يا بنتي انا ما راح بلغ الدرك، ولعلمك الاغى لا يمكن يقتل ابوكي طالما هو ما بيعرف وين اراضيكي. هم الاغى هلا انه يلاقيكي، وهذا الشيء ما رح يحصل باذن واحد احد ولو على جستي. كيف عرفت؟ لانه رح يحاول يعرف منه وين عم تروحي وين عم تجي وبمين رح تحتمي. بس اكيد. اي نعم. يا ريت يا عمي، يا ريت. وابوك لا يمكن يعترف عن مكانك. بس رح يعذبوه. رح يتحمل، بلكي الله يفرج عليكم. امتى؟ فرج الله قريب يا بنتي. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا الله شو كلامك بيريحني.